عن سينثيسيس اوف الفيتامين. اتفقنا الفيتامين بيز ازاي؟ يلا بقى نرجع مع بعض عشان نفتكر بعض. بيز اسمها يوراسيل، بيز اسمها ثايمين، وبيز اسمها سايتين. الرازيل بيتمينوا في بعض الروبوتات، وفي الثايمين زي الرازيل بالظبط بس بحط ان الثايم كامل في الخلف، وبالتالي الثايمين از فورمد باي ميثايليشن اوف الرازيل. والسيتوزين في اثنين دبل بوند او وفي اربعه ار. فلو عملت دي امينيشن للسيتوزين هحط مكان الار جروب دبل بوند او الوراثي، ولو عملت امينيشن للوراثيل يدي السيتوزين. يبقى ايه العلاقه ما بين اليوراثيل والثايمين والسيتوزين؟ مره كمان اهو ده مهم. اليوراثيل باي ميثايليشن يدي ثايمين، واليوراثيل باي امينيشن يدي سيتوزين، والسيتوزين باي دي امينيشن يرجع يوراثيل. وبناء على الكلام المعلومه دول اكتشفنا ان البيرنت بايريميدين سيكون هو اليوراثيل. وفعلا لما شرحنا السينثيز لقينا البيرنت بايريميدين هو اليوراثيل، وهو اللي وصلنا منه باقي البايريميدين. حلو كده. بدانا بالدايجيشن والابسوربشن والكلام ده، قلنا بالظبط 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 زيه زي البيورين بيزس. يعني نيوكليك اسيد بنيوكليز يدي نيوكليوتايد، بنيوكليوتايز نيوكليوزايد، وفي الاخر يدي البيز ويطلع الريبوز والفوسفيت. ولقينا في الاخر البيرميدين دي ريرلي تبقى انكوربريتد في الدي ان ايه بتاع جسمي، عشان ما ينفعش الدي ان ايه بتاع الاكل او البروتين بتاع الاكل يدخل في الدي ان ايه بتاع جسمي. عشان كده انا لازم اصنع البيرميدين داخل جسمي. ركز معايا، لو انتوا حافظين الكلام ده يبقى خلاص ندخل في الدي ان ايه. فلازم اصنع بيرميدين في جسمي. خلاص اصنع ازاي بيرميدين في جسمي؟ قال لك طريقه. طريقه اسمها دي نوفو سينثيسيس اوف البيرميدين، وطريقه اسمها سالفيش اوف البيرميدين. والكلام ده بالظبط اهو زيه زي بتاع الفيوريك. قال لك دي نوفو سينثيسيس اوف البيرميدين بيحصل في اول نيوكليس، وجميع الخطوات بتحصل في السيتوبلازم ما عدا خطوه واحده بس بتحصل في الميتوكوندريا، وهي خطوه الداي هايدروبروتين ديفرنس. هبدا يا جماعه بالسبيرات الـ CO2 منطقه كريبس، وهبدا ب 2 اي تي بي يدخلوا يطلع 2 اي تي بي وبي اي، ويدخل سيادتك جلوتامين يطلع جلوتامين. يبقى في ايدي امينو جروب، وفي ايدي سي او 2، وفي ايدي فوسفين. اروح شبكهم مع بعض واعمل كربامول فوسفين بنزيم اسمه كابس 2 اكتيفيتد باي بي ار. وهنا مكانه خلي بالك فين؟ سيتوزول. كابس 1 مكانه فين؟ ميتوكوندريا. كابس 2 ده في باتويس مع بايونيدين سنس، كابس 1 هناك في باتويس مع يوريا سنس. كان كمان كابس 1 اكتيفيتد باي النيم، اما كابس 2 اكتيفيتد باي بي ار. والسورس اوف امونيا كابس 1 كان فري امونيا، السورس اوف امونيا هناك لو تامين. عملت سيادتك اهو كربامول فوسفين، اروح جايب اسبرتين بنزيل اسمه اسبرتين ترانس كربامويليز، اطلع البي اي ويديني ان كربامول اسبرتين. وهتلاقي في الرسمه هي تقريبا عامله رينج، ناقصه خطوه واقفل الرينج. الخطوه دي ريموفال اوف فود، فاشيل ميه بانزيم اسمه داي هيدروبروتيز واروح قافل الرينج، ولما اقفل الرينج يطلع لي مركب اسمه داي هيدروبروتيز. الله، طب ليه الانزيم اسمه داي هيدروبروتيز؟ ده ماشي بالعكس، انا رسميته في اتجاه المعاكس، كان الداي هيدروبروتيز اضيف له ميه وافتح الرينج، فالداي هيدروبروتيز مسمى بطريقه عكسيه. طب لو شلت الداي هيدرو دي يدخل نام ويطلع للاتش بازيش بنزيم مكانه في الميتوكوندريا اسمه داي هيدروبروتيز نيوكليز، يبقى عندي بايريميدين بيز اسمها اوروتين. بس انا اول مره اسمع عنها، فعلا اول مره، لانها مش داخله في تركيب البيورين تركيب الدي ان ايه، وبالتالي ما خدناهاش خالص، لكن هي فيها رينج اسمها بايريميدين. وفي دبل بوند في اثنين ودبل بوند في اربعه، وشارك فيها كمان في رقم خمسه كربوكسيل جروب، دي اسمها اوروتين. بنزيم بيعمل خطوه بالظبط زي السالفيش، بيدي بي ار بي بي ويطلع بي بي اي ويدي فرايبول وفوسفين. الانزيم ده اسمه اوبرتيز، يحول لي البروتين لنيوكليوتايد اسمها اوروتيدين مورفوسيك. لقيت ان الاو ام بي دي عشان تبقى يو ام بي اشيل فقط الكربوكسيل جروب، فانزيم اسمه او ام بي دي كربوكسيلين يشيل الكربوكسيل جروب، فبقى عندي يو ام بي. واليو ام بي هو اول بايريميدين يصنع في الباثوي، فهو البيرنت بايريميدين، ومنه هصنع سيادتك السي تي بي، ومنه هصنع الديوكسيتين، يعني هصنع السيتوزين والثايمين من اليو ام بي. ازاي؟ لو هناخد تصنيع السيتوزين، قال لك اليو ام بي بكاينيز يو دي بي بكاينيز يو دي بي،
واليو دي بي احوله لسي دي بي، هي اليو عشان تبقى سي اضيف ايه؟ امينو جروب، مش اليو تدي سي باي امينيشن بدل الحصه. فيدخل جلوتامين، يطلع جلوتامين وانزيم اسمه سي تي بي سنسيتيز، احول اليو تي بي الى سي تي بي. كمان ال يو ام بي ده بكاينيز يدي يو دي بي، يشتغل انزيم اسمه رايبو نيوكليوتايد ريتيز، يحول لي اليو ام بي لدي اوكسي يو ام بي، والدي اوكسي يو ام بي سيادتك منه وصلنا دي اوكسي تي ام بي. هو اليو عشان يبقى تي اضيف له ايه؟ ميثايل. اجيب ميثايل منين؟ قال لك من ميثيلين تي اتش اف، يطلع دي اتش اف وانزيم اسمه تايم ميدليت سينسيز، يحول الديوكسي يو ام بي للديوكسي تي ام بي. عشان اصنع الديوكسي تي ام بي لازم الديوكسي يو ام بي، وعشان اصنع السي تي بي لازم اليو تي ده لازم. وكده صنعنا البايريدين يوراسيل وسيتوزين وكارنفالين. قلنا الباثوي دي لا تمر مرور الكرام. احنا خدنا ان الجلوتامين مهم للبايريدين سينسيز، بيعمل ايه؟ قال لك بيديني سيادتك كربامويل فوسفيت، فعلا الجلوتامين ادى فوق كربامويل فوسفيت. وكمان بحول اليو تي بي لسي تي بي، فعلا الجلوتامين دخل في تحويل اليو تي بي لسي تي بي. قلنا كمان الاسبارتين مهمه في تصنيع البايريميدين، ليه؟ عشان بتدي ان كربامويل اسبارتين، لو بصيت فوق الان كربامويل اسبارتين يجيب تفاعل كربامويل فوسفيت مع الاسبارتين. وقلنا الاثنين دول الجلوتامين والاسبارتين دخلوا في تصنيع بوز البيورين والبايريميدين. فلو قال لي ايه الحاجه وايه الامينو اسيد اللي بيدخل في تصنيع البيورين والبايريميدين، الجلوتامين دخل في الاثنين، وكمان الاسبارتين دخل فين؟ في الاثنين. طب حلو الكلام. طب لو حبينا نتكلم عن الريجوليشن بتاع الباثوي بعملها ريجوليشن ازاي؟ الريجوليشن عمرها ما بتيجي ابدا غير برسمه. انا هرسم الرسمه تاني عشان نعملها ريجوليشن. والله هبدا اهو بالسي او 2 وهبدا كمان بالجلوتامين وهبدا باتنين ايدي. انا عمري ما اعرف اقول غير بالرسمه بصراحه يعني. يقول لك والله الاثنين بنزيم اسمه كابس 2 بيديني كربامويل فوسفيت. الكربامويل فوسفيت افعله مع الاسبرتيت بنزيم اسمه اسبرتيت ترانس كربامويليز بيديني اهو ان كربامويل اسبرتيت. ده في سلسلة من الخطوات يدي يو تي بي، واليو تي بي بنزيم اسمه سي تي بي سينثيتيز يديني اهو سي تي بي. يقول لك دايما الريجوليشن في اكتيفيشن وفي انيبيشن، ودايما بنبدا مع بعض بالاكتيفيشن. قال لك البي ار بي بي بيعمل اكتيفيشن لمين؟ لكابسل. كمان الاي تي بي بيعمل اكتيفيشن للكابسل 2 وبيعمل اكتيفيشن كمان لايه؟ للاسبرتيت ترانس كربونيز. ده يقول لك ايه؟ لو زاد تصنيع البيورينز ده يزود تصنيع البايريميدين. ده كروس ريجوليشن. فاكر لما قلنا ان الاي تي بي لو زاد يزود تصنيع الجي تي بي، والجي تي بي لو زاد يزود تصنيع الاي تي بي؟ يقول لك كمان لو زاد تصنيع البيورينز في صوره اي تي بي ده ياكتيفيت تصنيع البايريميدين. ما انا عشان ابني عايز بوث، عايز بيورينز وعايز بايريميدين. فلو البيورين زادوا في صوره اي تي بي ده يزود تصنيع البايريميدين، عشان الاي تي بي بياكتيفيت كابسيتون وبياكتيفيت كمان اسبرتيت ترانس كربونات. لو عايز اعمل انيبيشن ازاي بقى اعمل انيبيشن؟ بص معايا، انا عمري ما احفظ، انا بالرسمه بقول. فاجي عند السي تي بي ده يروح عامل انيبيشن لتصنيع نفسه، يعني بينهبت السي تي بي سنسيتيز. كمان من السي تي بي يطلع سيادتك سهم ينهبت اللي في النص اللي هو اسبرتيت ترانس كربونات. اعلى خطوه عن السي تي بي بيس، واعلى خطوه ينزل فوق يبقى اليو تي بي انيبت كابسيتي. تيجي بحفظ الرسم يبقى السي تي بي طلع منه سهم عمل انيبيشن لتصنيع نفسه، وطلع منه سهم عمل انيبيشن اهو اللي في النص. طلعت خطوه فوق بقت يو تي بي، طلعت انزيم فوق بقت كابسيتي، وبالتالي اليو تي بي يعمل انيبيشن لكابسيتي. دي الرسمه اللي ممكن اطلع منها الكلام. لو هقول كلام بقى هقول في ثلاثه انزيمز بعمل عليهم ريجوليشن، كابسيدو اسبرتيت ترانس كربامويليز وكمان ال سي تي بي سنسيتيز. هبدا كابسيدو اكتيفيتد باي بي ار بي بي اي تي بي انهبيتد باي اليو تي بي. طب اسبرتيت ترانس كربامويليز اكتيفيتد باي الاي تي بي انهبيتد باي السي تي بي، وال سي تي بي كمان يعمل انهبيشن للسي تي بي سنسيتيز. لو انت قعدت تحفظ يو تي بي وسي تي بي وبتاع كله دخل في بعض. يقول لك كمان لو زاد تصنيع البيورينز وزاد تصنيع البايريميدين
الاثنين يعملوا فيدباك انهبيشن على انزيم اسمه بي ار بي بي سنسيتيز. يبقى البي ار بي بي سنسيتيز يوقف سيادتك او سوري يحصل له انهبيشن لو زاد تصنيع البيورين وزاد تصنيع الكولاجين. البيورين والكولاجين لما يزيدوا يعملوا انهبيشن للبي ار بي بي سنسيتيز. حلو الكلام. خدمنا الحصه بقى بديزيز على فكره جه من سنتين اكونت الامتحان اسمه اوروتيك ازلوري. الاوروتيك ازلوري ده جه اكونت بست درجات في الفاينل من سنتين. ما جاش جه جه اكونت. يقول لك في نوعين من الاوروتيك ازلوري. ومعنى كلمه اوروتيك ازلوري يعني في اوروتيك اسيد زايد والاوروتيك اسيد ده بينزل في اليوريك فسميناها مع بعض اوروتيك ازلوري. قال لك في تايب 1 اوروتيك ازلوري وفي تايب 2 اوروتيك اسيد. تايب 1 نقص الاوبرتيز وكمان الاو ام بي دي كاربوسيليز. يبقى نقص الاثنين اوبرتيز واو ام بي دي كاربوسيليز. وتايب 2 نقص الاو ام بي دي كاربوسيليز. يبقى لو نقص الاثنين اوبرتيز واو ام بي دي كاربوسيليز يبقى اسمها تايب 1 اوروتيك اسيد. نقص الاو ام بي دي كاربوسيليز بس تايب 2. وفي الحالتين اللي قبلهم ميتي واللي قبلهم هو الاوروتيك اسيد فيزيد اوروتيك اسيد في الدم وينزل في اليورين فاسميها اوروتيك اسيد. ولو نقص اي انزيم من الاثنين دول سواء كان تايب 1 او تايب 2 انا كده وقفت الباثوي بالنص فمش هوصل الى اليو تي بي ولا السي تي بي ولا الدي اوكسي سيتك يو بي ولا هوصل اي حاجه. يبقى انا وقفت تصنيع مين؟ البرميدين. فانا وقفت تصنيع البيرميدين انا وقفت الدي ان اي سينسز وقفت السيل ديفيجن فهيحصل ريتارديشن اوف جروث لما فيش دي ان اي سينسز ويحصل انيميا لما فيش لا دي ان اي سينسز ولا ديفيجن. يبقى لو اي انزيم من دول وقف الباثوي وقفت ما بصنعش لا يوراسيل ولا سيتوزين ولا تايمين يبقى البيرميدين كلها مش بتصنع يبقى ما فيش دي ان اي سينسز ولا سيل ديفيجن بيحصل ريتارديشن اوف جروث. الكلمه بقى مهمه قوي ان الكونديشن دي treated by oral uridine يعني بدي العيان اورالي راس اسمها يوردين. ازاي بقى اليوردين بتخفف الاوروتيك ازوريا؟ قال لك اليوردين دي نيوكليوزايد. هذه النيوكليوزايد سيبتك في جسمي بكاينيز تتحول ليو ام بي ويو دي بي ويو تي بي. بص على الرسمه بقى عندي يو دي بي فبقى عندي يو تي بي اليو تي بي روح عامل فيدباك انهبيشن زي ما انت شايف على كابس 2 يبقى وقفت الباثوي من اولها. طب ما انت عملت ايه كده؟ قال لك انا لما وقفت الباثوي من اولها انا مش هوصل لاوروتيك اسيد يبقى صلحت الاوروتيك اسيد. فبتقول لي ما انت برضه نفس الكلام مش بتصنع يوراسيل ولا تايمين ولا سيتوزين. ماشي بس انا ما تنساش انا عندي يوريدين كالتوك عليك اليوريدين بقى يو تي بي اليو تي بي اصنع منه سي تي بي واليو دي بي سيتك يتحول الى يو دي بي دي اوكسي يو دي بي دي اوكسي يو ام بي دي اوكسي دي ام بي. يبقى انا صنعت الثايمين وصنعت السيتوزين باليودين اللي خدته في الاكل فانا وقفت الباثوي فوق وبالتالي منعت تكوين اوروتيك اسيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه باليودين اللي خدته صنعت بقى ايه البايودين بيزس اللي انا عايزها. يبقى صلحت اوروتيك ازوريا وفي نفس الوقت ايه صنعت الثايمين وصنعت السيتوزين من الاورال يوريدين. ختمنا الحصه بكونديشن السيرف الاورال. قال لك حاجه مالهاش علاقه خالص بالبايرتين سينسز ولكنها بتعمل مايلد اوروتيك ازوريا وتكتبوها في الورقه عندك. قلنا تايب 2 هايبر امرينيا. تايب 2 هايبر امرينيا نتيجه نقص سيادتك انزيم اسمه اورنيتين ترانس كربونيز. ده كان بيجيب الاورنيتين ويجيب الكربابول فوسفين في الميتوكوندريا ويعمل سيترولين. لو نقص الاورنيتين ترانس كربابوليز كده الاورنيتين هيزيد والكربابول فوسفين هيزيد فين؟ في الميتوكوندريا. قال لك الكربابول فوسفين اللي زاد في الميتوكوندريا يحصل له ترانسلوكيشن ويروح السيتوزوم. لما يروح السيتوزوم الكربابول فوسفين في السيتوزوم ملوش مصير خالص غير بايرميدين سينسز فيحصل اكتيفيشن للبايرميدين سينسز ويحصل مايلد اوروتيك ازوريا. يبقى في انزيم تالت غير الاوبرتيز والاو ام بي ديكربوكسيليز لو نقص يعمل مايلد اوروتيك ازوريا. مع ان هذا الانزيم مش في البارميدين سينس ده في اليوراسايت هو الاورنيتين ترانس كربوكسيليز. لو نقص بيحصل اكيوميشن لكربامول فوسفيت ميتوكوندريا الكربامول فوسفيت ترانس لوكيت في الميتوكوندريا السيتوزول فاكتيفيت سيادتك البارميدين سينس ويحصل مايلد اوروتيك ازوريا.
وعشان كده في سؤال شهير قوي ولا ايه الديفرنشال فين اوف الكربامويل فوسفيت. قال لك الكربامويل فوسفيت ده لو هو ميتوكوندريا الفيل بتاعه ايه يوريا سايكل، والكربامويل فوسفيت لو هو سيتوزول الفيل بتاعه ايه بايوجينيسيس. انا خدت نفس السؤال ده تلقى ليه فاكر لما قلنا الديفرنشال فين وفي الهامك كويت. الهامك كويت لو سيتوبلازم يدخل عليه هامك كويريلاكتيز ويعمل كوليسترول، لكن الهامك كويت لو ميتوكوندريا يدخل عليه هامك كويريلايز يعمل جدول بطن. يبقى الهامك كويت كان ليه تو فيز في الاولاني. ممكن لو انا سيتوزول يروح داخل الهامك كويريلاكتيز يعمل كوليسترول، لو انا ميتوكوندريا يدخل هامك كويريلايز جدول بطن. هنا برضه ديفرنشال فين اوف كربامويل فوسفيت. كربامويل فوسفيت في الميتوكوندريا الفيت يوريا سينس، كربامويل فوسفيت في السيتوزول الفيت بتاعها بايرنيدين سينس. ده كله احنا قدامنا اللي فاتت، بس كان في ناس بقى يعني شوف بسم الله ما شاء الله وبيفكروا في الصلاه وبتاع وكده، قلنا في الاخر صلينا، بس يعني لازم هما ايه يبدي اعتراض، فحبينا نرجعها. ندخل بقى النهارده في تكمله البايرنيدين ميتابوليز وندخل بقى كده. ما تنساش بقى الطريقه الثانيه اللي بصنع بيها البايرميدين اسمها سالفج، وقلنا السالفج في البايرميدين يعني رير قوي لما بعمل سالفج للبيت. السالفج غالبا للبايرميدين نيوكليوزات بانزيمات كلها اسمها كانيز، سيرودين سايتيدين كانيز دي اوكس سايتيدين كانيز، يبقى دايما السالفج للبايرميدين في كاينيزس، السالفج في البايرميدين بيز تريبيز. ادخل بقى معايا حاسس النهارده وادخل معايا بايرميدين كده ايه ده انت كده عايز ايه؟ هكسر مين؟ قال لك هكسر السيتوزين وكمان هكسر اهو الثيمين. يبقى هبدا بالسيتوزين وهبدا ايه؟ بالثيمين. يقول لك اول خطوه هعملها عشان اكسر السيتوزين، السيتوزين فيها امونيوم واي سيادتك نيتروجينس بيس فيها امونيوم، لازم اول خطوه دي امينيشن اشيل الامونيوم. فالسيتوزين هعمل له دي امينيشن، والسيتوزين باي دي امينيشن ايه اللي مين؟ يوراسيل. يبقى السيتوزين دخل ميه وطلع امونيوم وقلبت السيتوزين يوراسيل. هكمل بقى مع اليوراسيل ومع الطيب. قال لك والله يجي انزيم اسمه ريدكتيز يضيف اثنين هيدروجين ويحول اليوراسيل الى داي هيدرو يوراسيل، ويحول الثيمين لداي هيدرو ثيمين. يروح داخل انزيم اسمه هيدروليز يضيف ميه ويفتح الرينج، فالداي هيدروسيل يديني ان كربامويل بيتا الانين، والداي هيدروثيمين ان كربامويل بيتا امينو ايزوبيوتري. ان كربامويل بيتا الانين ده من يوراسيل، وان كربامويل بيتا امينو ايزوبيوتريت ده من الثيمين. اروح مدخل كمان ميه واطلع بيتا الانين وامونيا وزيوتو، وانا هطلع بيتا امينو ايزوبيوتريت وبرده امونيا وزيوتو. يقول لك عندي امونيا، الامونيا مصيرها ايه؟ تروح الليفر باليوريا سايكل تدي ايه؟ تدي يوريا. فلو قال لي ايه الاند برودكت اوف البايرميدين كاتابوليز هقول يوريا وما اسكتش، بلس بيتا الانين بلس بيتا امينو ايزوبيتري. يبقى الكاتابوليك فيت اوف البايرميدين او الاند برودكت اوف بايرميدين كاتابوليز يوريا. ليه؟ بيطلع امونيا اكيد تدي يوريا، وكمان سيادتك معاهم بيتا الانين ده بيجي من اليوراسيل وبيجي من السيتوزين، ومعاهم سيادتك كمان بيتا امينو ايزوبيوتريت بيجي من الثيمين. فلو قال لك اليوريا هي الاند برودكت اوف ايه؟ تقول له اوف بروتين كاتابوليز وكمان بايرميدين كاتابوليز. فاكرين؟ لو قلنا البروتين كاتابوليز الاند برودكت از يوريا. كرياتين كاتابوليز اند برودكت از كرياتينين. بيورين كاتابوليز اند برودكت از يوريك اسيد. البايرميدين كاتابوليز يوريا بس معاها بيتا الانين ومعها بيتا امينو ايزوبيوتريت. طب نبص البيتا الانين هوصل معاه ايه والبيتا امينو ايزوبيوتريت هوصل معاه ايه. يقول لك البيتا الانين بيكسر وبيدي سيادتك امونيا
وسي او 2 وكمان اسيتين. يبقى بكسر البيتا مين؟ الامونيا وسي او 2 اسيت، والامونيا برضه تدي ايه؟ تدي يوريا. لكن البيتا امينو ايزوبيوتريت بيتكسر ويدي ساكسينيت. البيتا امينو ايزوبيوتريت بيتكسر ويدي ايه؟ يدي ساكسينيت. وبصراحه البيتا امينو ايزوبيوتريت ده ملوش مصير في جسمي غير الكاتابوليزم اوف البايلين. يعني ملوش سينثيسيس في جسمي وملوش باثوي بيطلعه غير الكاتابوليزم اوف البايلين. عشان كده انا ممكن استخدم البيتا امينو ايزوبيوتريت كلينيكالي عشان اشوف سيادتك السيل تيرن اوفر. مش اي خليه بتتكسر سيادتك، النيوكليس بتاعتها بتتكسر والدي ان ايه بيتكسر والفالينين في الدي ان ايه بيتكسر ويطلع بيتا امينو ايزوبيوتريت. ممكن البيتا امينو ايزوبيوتريت استخدمه كمقياس لتكسير الخلايا للسيل تيرن اوفر. فبلاقي البيتا امينو ايزوبيوتريت بيزيد لو في كانسر، بيزيد لو في ليوكيميا، بيزيد لو في اكسبوجر لاكس راي راديشن او لكيموثيرابي. يبقى كل ده بيزود البيتا امينو ايزوبيوتريت. لو تفتكر كان برضه بيزود اليوريك اسيد. فاكر لما خدنا الحصه اللي فاتت السكندري ميتابوليك جاب، قلنا في زياده في السيل تيرن اوفر كان البيورين بتتكسر وتطلع يوريك اسيد، كان بيعمل حاجه اسمها سكندري ميتابوليك جاب. هنا برضه طالما في سيل تيرن اوفر البارميدين كمان تتكسر وبتطلع بيتا امينو ايزوبيوتريت. لكن طبعا هنا ك يعني بيتا امينو ايزوبيوتريت ادق من اليوريك اسيد. اليوريك اسيد هناك ممكن يبقى دريتري. لكن البيتا امينو ايزوبيوتريت صعب يعني. هو مقياس ادق شويه، هو اقل وبيزيد لو في ليوكيميا، لو في كانسر، او في اكسبوجر تو اكس راديشن. وعشان كده بستخدمه كمقياس للسنتر اوف. ده اسمه كاتابوليزم اوف البايولين. باقي كده حته صغيره ما جاتش ريتن قبل كده بس ممكن تيجي ريتن، اسمها سينثيتيك بيز انالوز. ممكن تيجي ريتن، ولو جات ريتن الدفعه يعني هتبقى متضايقه قوي عشان هي حته مستخبيه كده وفي اخر الشابتر. لكن لو حد ضايقكم ممكن تيجي سينثيتيك بيز انالوج. كلمه انالوج يعني صوره دقيقه الاصل، وسينثيتيك يعني مصنع. يعني في بعض البيزز انا اصنعها في المعمل وبتبقى شبه البيزز اللي داخله في تصنيع الدنيا بتاعي وبديها كعين، فاسمهم سينثيتيك بيز انالوج. طب السينثيتيك بيز انالوج بستخدمه في علاج ايه؟ قال لك ممكن استخدمه في علاج الكانسر، يعني هما انتي كانسر دراج، او في علاج الفيروسات هما انتي فايرال دراج، او في علاج الجاوت زي الالوفيرا. يبقى هما بيزس مصنعين يشبهوا البيزس اللي داخله في الدي ان ايه والار ان ايه بتوعي، وبستخدمهم سيادتك في كلينيكال ديزيزز كتير قوي، في علاج الكانسر انتي كانسر، وفي علاج الفايرال انفكشن انتي فايرال دراج. نشوف مثال يقول لك لو همسك الانتي كانسر في سينثيتيك بيز انالوج اسمه 6 ميركابتو بيورين. كلمه ميركابتو معناها سلطه، فهو بيورين بس في رقم 6 شبه سلطه، بس هو 6 ميركابتو بيورين. ده بستخدمه في علاج الكانسر ازاي؟ قال لك جوه جسمي بيتحول الى نيوكليوتايد. هذا النيوكليوتايد بيعمل انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس. يبقى 6 ميركابتو بيورين ده بيز في جسمي يتحول لنيوكليوتايد. هذه النيوكليوتايد لو موجوده بتعمل نيبيشن للدي ان اي سينسل وبالتالي عليك تحقيق الكانسر. كمان وده اهم منه وبيعمل الاسئله اسمه 5 فلورو يوراسيل. يعني هو يوراسيل بس فيه فلورايد. يقول لك جوه جسمي بيتحول ل 5 فلورو ديوكسي يو ام بي. النيوكليوتايد ايه؟ هذه النيوكليوتايد بتعمل انهبيشن لانزيم اسمه ثايميديليت سينسيز. الثايميديليت سينسيز ده بيحول الديوكسي يو ام بي لديوكسي تي ان بي. يبقى وقفت تصنيع الثايمين، ما عنديش ثايمين يبقى ما عنديش دي ان اي سينسيز وبالتالي عرفت الكانسر. السؤال ده كتير قوي بيجي في امتحان اكسبلين واي. اكسبلين واي 5 فلوروراسيل انديوست اس انتي كانسر دراج. عشان يبقى كده بجاوب بقول هو الجسم بيتحول ل 5 فلور ديوكسي يو ام بي
وده بينهبت انزيم اسمه تايمينين سينسيز وده بيصنع التايمين. ما عنديش تايمين يبقى وقفت الدي ان اي سينسيز. كمان يقول لك سيتوزين ارابينوزايد. سيتوزين ارابينوزايد او ساعات بسميها ار سي، اسمها سيتوزين ارابينوزايد او بسميها ايه ار سي. قال لك ايه سيتوزين ارابينوزايد؟ قال لك والله السيتوزين دي ليز المفروض يشبك في ريبوز او ديوكسريبوز. ريبوز لو هدخل في الار ان اي وديوكسريبوز لو هدخل ايه في الدي ان اي. ده سيتوزين شابك في بنتوز اسمه ارابينوز. في بنتوز يا جماعه موجود في الفروتس اسمه ارابينوز. فده سيتوزين انا مصنعه بس خليته شابك في ارابينوز فاسمه سيتوزين ارابينوزايد او بسميه ار سي. قال لك جوه الجسم الار سي ده بيعمل انهبيشن برضه للدي ان اي سينثيز وكمان بيعمل انهبيشن للفيرال دي ان اي سينثيز. عشان كده هو هتلاقيه تاني واحد في الانتي فايرال. يبقى ده ليه تو ابلكيشن انتي كانسر وانتي فايرال. الار سي ده بيعمل انهبيشن للدي ان اي سينثيز بتاع الهيومنز عشان كده هو انتي كانسر، وانهبيشن للدي ان اي سينثيز في الفيروسات عشان كده برضه هو ايه هو انتي فايرال. يبقى الانتي كانسر دراج او بسميهم سينثيتيك بيز انالوجز حاجات مصنعه شبيهه بالبيز وتستخدم في علاج الكانسر في سته من كابسول يورين يتحول لنيكلوتايد بيعمل انيبيشن للدينيسيس اهو 5 فلورو راسيل يتحول ل 5 فلورو دي اوكسي يو ام بي بينهبت السايمينيلين سينثيز ويوقف برضه الدينيسيس. سايتوزين كارابينوزايد او ار سي بينهبت الدينيسيس في الهيومن كمان بينهبت الدينيسيس في الفيروسات هو انتي كانسر وكمان انتي فايرال. ده بندخل بقى على الانتي فايرال دراج. الانتي فايرال دراج اشهرهم ايه؟ سايكلوجوانوزين. ايه سايكلوجوانوزين؟ او اسمه يا جماعه التجاري اسايكلوفير. او ليه اسم تاني زوفيراكس. يبقى اسمه ايه سايكلوجوانوزين او ايه سايكلوفير او زوفيراكس. ده يا جماعه انتي فايرال دراج كومن جدا جدا جدا. في ناس بيجي لها بقها كده حاجه اسمها هيربس. عارف بعد نزل برد ولا حاجه تلاقي كده حاجات كده طالعه في بقك كده ده اسمه هيربس سيمنت. ده فيروس يا جماعه. كمان في حاجه اسمها هيربس زوستر او حاجه اسمها الحزام النامي. تلاقي كده في حزام كده وبيكفول جدا وبتاع ده فيروس برضه اسمه هيربس زوستر. انا دايما الكريم اللي بحطه عشان اغير الحاجات دي اسمه زوفيراكس. ده انتي فيروس. كمان الزوفيراكس او الاستاكلوفيد ساعات يستخدموه في علاج اتش اي في. يعني من ضمن علاجات اتش اي في، اتش اي في ده بارت بيعمل ايدز. وكانوا زمان بيحاولوا بيعالجوا فيروس سي قبل بقى السوفالد والحاجات دي فكان في نتائج محدوده يعني. هو انتي فايرال. ليه بقى؟ قال لك والله السايكلوجوانوزين ده سيادتك بيز جوه جسمي بيتحول الى اي سايكلو جي تي بي. الايسايكلو جي تي بي ده لو موجود بينهبت الفيرال دي ان اي سينسز من غير ما ياثر على الهيومن دينيسيس. يبقى لو موجود في سايكلو جي تي بي الهيومن دينيسيس شغال ده الفل فانا كهيومن ما اتاثرش. لكن الفيرال دينيسيس ايه يتاثر وبالتالي وقفت الانفجار بتاع الفيروس. عليك بقى الهيربس سيمبلكس، عليك الهيربس زوستر، عليك بقى الاتش اي في، ممكن احاول اعالج الهيباتيتس سي وهكذا. يبقى ليه الايسايكلوجوانوزين بستخدمه كانتي فيروس دراج بيتحول في جسم اخوان لسايكلو جي تي بي. الايسايكلو جي تي بي بينهبت الفيرال دي ان اي سينسز وذاوت اني افكت على الهيومن دي ان اي سينسز. كمان اللي قلناه فوق برضه هو السيتوزين ارابينوزايد او الار سي برضه انتي فيرال. يبقى هو بوز انتي فيرال وكمان انتي كانسر. حاجه بقى مهمه ودي بقى اهم حاجه فيهم كلهم اللوبيورينول. الالوبرينول خدناه الحصه اللي فاتت كتريتمنت لجاوح وقلنا عنه معلومه ان هو كومبتيتف انهبيتور لانزيم اسمه زانسين اوكسيديز. قلت لك ده فيه معلومات كتير عنه وهتيجي بقى في اخر الشهر. هو بقى يقول لك لو قال لك انت عايز تبين هو الالوبرينول از يوز ان تريتمنت اوف جاوح لازم تقول ثلاث معلومات. اول معلومه اللي كلنا عارفينها وخدناها الحصه اللي فاتت هو ستراكشرال انالوج للهايبوتنسيف وبالتالي هو شغال كومبتيتيف انهبيتور للانزيم اللي اسمه زانسين اوكسيديز وبيقلل اليوريك اسيد برودكشن. ده كلنا عارفينه حتى من ثانوي. الجديد بقى الجديد قال لك الالوبرينول بيحصل له اوكسيديشن
بالزاز الاوكسيز ويتحول لماده اسمها اوكسيبيورينول. قال لك الاوكسيبيورينول بتبايند مور تايتلي للزاز الاوكسيز وتعمله اتش. يبقى هو بيحصل له اوكسيديشن ويتحول الى اوكسيبيورينول والاوكسيبيورينول بيعمل مور انهيبيشن للانزيم اللي اسمه زاز الاوكسيز. كمان يقول لك الالوبرينول ممكن يرياكت مع البي ار دي بي بانزيم مش مكتوب عندك لو عايز تكتبه بانزيم اسمه اوبرتيز. فاكر اوبرتيز اللي كان بيحول الاوروتيت ل او ام بي؟ قال لك الاوبرتيز ممكن يرياكت مع الالوبرينول ويحوله سيادتك الى جلوتاين. انا مش يهمني ان جلوتاين، انا يهمني ان كده قللت البي ار بي بي صح؟ والبي ار بي بي ده يوزد ان دينوفو سينثيسيس والسالفيج اوبريبري. كده قللت الدينوفو سينثيسيس وقللت السالفيج، يبقى بالتالي سيادتك ايه؟ قللت. يبقى الالوبرينول يستخدم في علاج الجو عشان تري ميكانيزم. نقول لهم تاني، اول ميكانيزم هو ستراكشر انالوج لايوزانسين وبالتالي كومبتيتيف انهيبيتور لانزيم اسمه زانسين اوكسيديز يقلل يوريك اسيد فورميشن، يحصل له اوكسيديشن بالزانسين اوكسيديز يدي اوكسيبيرون وده بيفايند مور تايتلي زانسين اوكسيديز وبرده يعمل له مور انهيبيشن. كمان بيرياكت مع البي ار بي بي بانزيم اسمه اوفرتيز فيقل البي ار بي بي، والبي ار بي بي داخل في الدينوفو سينثيسيس اوف يورين. ده كان اهم حاجه في الدينوفو، وقفت الدينوفو سينثيسيس يبقى وقفت تصنيع اليورين، يبقى قللت كمان تكسيرهم يبقى قللت اليوريك اسيد فورميشن. يبقى دول 3 ميكانيزم بيهم الالوبرينول يستخدم في علاج الجو. يبقى السنسيتك بيس انالوج بستخدمه كانتي كانسر وكمان كانتي فايرال وكادويه لعلاج الجو. الموضوع ده بقول ممكن يجرز ولو جه ناس كتير قوي هتتضايق منه عشان في اخر الشابتر والناس بتعديه ما تعدوهوش. ذاكروا كويس، ده ممكن يكون سؤال بست درجات ودي اعمل ده ويبقى في نكت سينثيتك بيس انالوج. بعد يا جماعه البيورين والبايمدين هنلاقي شابتر صغير كده صفحتين اسمه روس، سيبه دلوقتي. بعديه شابتر كده بتاع 5 6 10 ورقات كده اسمه ميتابوليك انتجريشن، سيبه ادخلي بقى سيبه. هنقوله بلان، هنقوله بلان والله دي حاجات بتتلغي، فاحنا يعني مش عايزين نشرح الاول، خلوه بلان. ادخل لي واحد من اهم شباب الترم الثاني على الاطلاق. ومن اكثرهم امتاعا. قلت اكثر من ده واحد ضحك ضحكه كده سركاستك ليه يا ابني؟ روح يا عم رد يا عم، سلم عليها كتير يا عم. الفيتامينز مركبات مهمه جدا 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 في الطب يا جماعه، والديفيشنس بتاعهم بيعمل امراض كتير قوي قوي. وانت كطبيب شاطر لو جالك حد عنده فيتامين ديفيشنس لازم سيادتك تعرف الفيتامين ده موجود فين ويدوا لك علاج، يقول له كل كذا وكذا وكذا، حاجه كلينيكال. يبقى هو شابتر ريليتد قوي للكلينيكال، واي حاجه جت كلينيكال دمها خفيف حلوه شيقه بتتبسطوا منها، فان شاء الله تتبسطوا باذن الله. زمان كانوا بيسموا الفيتامين ذا كينج اوف ذا سيل. خير الجو حر؟ طب ما تشغل التكييفات. طيب لفوق يا واد. كانوا زمان بيسموا الفيتامين ذا كينج اوف ذا سيل، ركز معايا. وكانوا بيعتقدوا ان الفيتامين هي اللي بتريجوليت كل الميتابوليك ريأكشن بيس. اكتشفوا بعد كده حاجه اسمها دي ان ايه، ولقوا الدي ان ايه هو اللي بيريجوليت كل حاجه، فسموا الدي ان ايه هو الكينج اوف ذا كينجز اوف ذا سيل، ملك ملوك الغذاء. لكن نظرا للدور الهام قوي للفيتامين كانوا بيعتقدوا ان هي ملك الخليه ذا كينج اوف ذا سيل. طب الاسم جه منين؟ منين كلمه فيتامين؟ قال لك والله كانوا فاكرين زمان برضه ان الفيتامين كلها بروتينات كلها امينز، فسموها فيتال امينز فيتال امينز، ولكن اسم فيتامين او فيتامين.
فيقول لك بعد كده لقينا ان في يعني فيتامين جابوا كوليسترول ده فيتامين دي لكن فضل الاسم زي ما هو فيتامين فيتامين. لو عايزين مع بعض نحط ديفينيشن لكلمه فيتامين. ايه الشروط الواجب توفرها في اي مركب عشان نقول عليه فيتامين؟ قال لك اول شرط اقول دي ار اورجانيك كومباوندز يعني فورمد اوف كربون وهيدروجين اوكسيد. طيب بس الكربوهيدرات كان اورجانيك كومباوند وكمان سيادتك الليبيد كان اورجانيك كومباوند، ايه الفرق؟ قال لك الفرق ان الفيتامين لازم يكون نوت سينثيسايز انسايد ذا بود وبريزنت ان فود از ساتش or as precursor يعني حاجة لا يتم تصنيعها في جسمك موجودة في الفود as such يعني زي ما هي بالظبط كده أو as precursor يعني حاجة أكلها يجي منها الفيتامين زي مثلا الكاروتينويد أكلها في جسم تدي فيتامين A. إذا الكاروتينويد دي البريكيرسر بتاع فيتامين A المادة اللي بتدي فيتامين يبقى هي عبارة كمان organic compounds not synthesized inside the body present in food as such زي ما هي or as precursor حاجة تديني هذا الفيتامين. برضو ايه الفرق ما بينها وما بين الكربوهيدرات والليبل والبروتين؟ قال لك في فرقين كبار قوي، واحد منهم not oxidized to produce energy يعني ما ينفعش الفيتامين ده اكسله وطلع منه انرجي. كربوهيدرات ليبل بروتين كان بيحصل لهم اوكسيديشن وطلع انرجي، لكن الفيتامين لا، الفيتامين نوت اوكسيدايز تو بروديوس انرجي. كمان داز نوت انتر ذا ستراكشر اوف السيل، كان الكربوهيدرات والليبل والبروتين داخلين في السيل ميمبرينز وداخلين في الستراكشر بتاع الخلايا، لكن الفيتامين ابدا داز نوت انتر ذا ستراكشر اوف السيل، مش داخل في تركيب الخلايا. كمان ريكوايرد ان مينيوت اماونت، محتاجه كميات صغيره قوي 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 for normal growth and health، محتاجه بكميات بسيطة جدا 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 عشان يحصل growth وكمان يحصل ايه health. و if deficient لو نقصه they produce many diseases، يعني لو نقص اي فيتامين من الفيتامين لازم يحصل امراض في جسمك. يبقى عايزين نقول definition لفيتامين، يعني ايه كلمة فيتامين؟ they are organic compounds not synthesized inside the body present in a food as such or as precursors. الفرق بينهم وبين الكربوهيدرات والليبيد والبروتين not oxidized to produce energy و does not enter the structure of the cell و required in a minute amount for growth and health و if deficient لو نقصوا لو ما اكلتهمش they produce a many diseases. حلو الكلام. طب ده تعريف الفيتامين. ايه بقى الكلاسيفيكيشن بتاع الفيتامين؟ قال لك والله بقسم الفيتامينز اكوردنج تو السوليبيليتي حسب الذوبان. الى نوعين، نوع بسميه ووتر سولوبل فيتامينز يعني بيدوب في الميه، والنوع الثاني اسمه فات سولوبل فيتامينز يعني مش بيدوبوا في الميه لكن بيدوبوا في الفات سولوبل. مين هما الووتر سولوبل ومين الفات سولوبل؟ بص كده بص كده بص كده، ايه الووتر سولوبل؟ قال لك بي كومبلكس وسي يعني بص، ومين هما الفات سولوبل؟ كده هما كده كي واي اي ودي واي، يبقى بص كده يبقى البي كومبلكس والسي دول الووتر سولوبل وكي واي اي ودي واي اي دول سيادتك ايه الفات سولوبل. هو مقسم لي في الكتاب تقسيمه حلوه، كاتب لي الووتر سولوبل حاجتين نان بي وبي. النان بي هيبقى السي والباقي اسمه ايه؟ اسمه بي. والبي مقسمهم ثلاث تقسيمات، يقول لك في البي كومبلكس انواع كتير قوي، في نوع مهم عشان الهيموبويسز اسمه هيماتوبويتيك ده الفوليك اسيد والبي 12. يبقى الهيماتوبويتيك مين؟ الفوليك اسيد والبي 12 دول مهمين للهيموبويسيس. كمان في نوع مهم للامينو اسيد ميتابوليزم، مين البي الفيتامين بي اللي داخل في الامينو اسيد ميتابوليزم؟ بي 6 بيدي مهم للامينو اسيد ميتابوليزم، كمان مهم للجلايكوجين.
لديجراديشن اوف جلايكوجين، ده البيسكس. الباقيين اسمهم انرجي ريليزنج، يعني بستخدمهم في الميتابوليزم عشان يطلعوا انرجي، زي مين؟ زي بي 1 زي بي 2 زي بي 3 اللي اسمه النياسين، زي بي 5 اللي اسمه بانتوسينيك اسيد، زي البايوتين. التقسيمه دي هتبان بقى بايه؟ بالشرح يعني، هنعرف دول كل واحد فنعرف التقسيمه دي. لكن من دلوقتي هيماتوبويتيك فوليك اسيد بي 12 وامينو اسيد ميتابوليزم وجلايكوجين ميتابوليزم هو مين؟ بي 6. الباقيين اسمهم انرجي ريليزنج، بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 5 اللي اسمه بانتوسينيك اسيد وكمان 5. التقسيمه دي هتيجي ايه؟ بالوقت كده لما تعرف وظيفه كل واحد. لكن في بقى مقارنه بين الاثنين هي مش في الكتاب. لكن لو فهمناها الشابتر ده بارد وسلاما على قلوبنا. ما فهمناهاش الشابتر ده غير جدا. عايزين نقارن بين الاثنين. ما بين الووتر سولوبل فيتامين والفات سولوبل فيتامين. ونبدا كده بالابزوربشن. يقول لك الووتر سولوبل فيتامين بيبقوا ابزوربت with the water of the cooking. يعني هما موجودين مع الووتر اوف الكوكينج. الووتر اوف الكوكينج اللي هو الملح. لما سيادتك يعني تسلق لحمه او فيجيتابلز او اي حاجه، الملح اللي هي الووتر اوف الكوكينج دي سيادتك فيها الووتر سولفات. وابزوربت معاها، ابزوربت مع الووتر. لكن الفات سولبل فيتامينز ابزوربت in the form of كايلومايكرون. فاكر الكايلومايكرون؟ فاكر كان فيها ايبو بي 48 وايبو اي طلع من الانتستين، وكان بيشرب فيها الدهون بتاع جسمي، الحاجات البولر بتبقى بره زي الكوليسترول وكمان زي الفوسفوليبيد، والحاجات اللي بولر جوه زي التاج وزي الكوليسترول استر، وبيشرب كمان فيها كل الفات سولبل فيتامينز. يبقى جميع الفات سولبل فيتامينز ابزوربت مع الدهون يا جماعه بصوره الكايلومايكرون. لكن الووتر سولبل ابزوربت مع الووتر، الووتر اوف كوكو. طب طالما ان الفات سولبل فيتامينز ابزوربت ان ذا فورم اوف كالمان، يبقى مش محتاجه بايت سول فور ابزوربشن، يبقى ريكواير بايت سول. ما البايت سول دي سيادتك كانت مهمه عشان بتعمل ايمالسيفيكيشن للدهون وتشيل الدهون وتعمل لهم حاجه اسمها ميكس بايسل تدخلهم جوه الميكوزنسل، يبقى كلهم محتاجين بايت سول. وبالتالي لو في ديزيز اسمه استياتوريا، فاكر كلمه استياتوريا؟ مفيش بايلسول فمش عارف اعمل ابزوربشن الدهون، يبقى هم كلهم ديفيشن لو في استياتوريا. يبقى لو اي فات سولبل فيتامينز اقول لك امتى ينقص؟ امتى يحصل له ديفيشنسي؟ قول قدام امك استياتوريا. استياتوريا يكوز ليهم كلهم، تعمل لهم ديفيشنسي ليهم كلهم. ليه؟ قال لك عشان البايلسول مهمه للدايجيشن والابزوربشن. ما فيش بايلسول يبقى لا في دايجيشن ولا ابزوربشن، والسياتوريا تعمل لهم ديفيشنسي. اما الووتر سولوبل داز نوت ريكواير بايلسول و نوت ديفيشن ان كيسز اوف السياتوريا. يبقى لو في سياتوريا الفات سولوبل ينقص، لكن الووتر سولوبل ما فيهمش اي مشاكل. طب حلو الكلام. يقول لك كمان الفات سولوبل فيتامينز ستورد ان ذا ليفر. ستورد فين؟ دونت ريكواير بايلز. يبقى الفات سولوبل ستورد في الليفر، بخزنهم في الليفر. طب طالما هم ستورد في الليفر يبقى الديفيشنسي بتاعهم رير ولا كومون؟ الديفيشنسي رير. رير. برافو عليك. يبقى هم ستور في الليفر وبالتالي الديفيشنسي از رير. قليل قوي لما الاقي فيتامين فات سولوبل وحصل له ديفيشنسي. ليه؟ لان الليفر بيخزنهم يعني بكميه تكفي الفتره دي تصل الى شهور. لكن الووتر سولوبل نوت ستور في الليفر. طالما يا جماعه نوت ستور يبقى ديفيشنسي رير ولا كومون؟ يبقى الديفيشنسي كوم ما عدا اكسبت الفوليك اسيد اند بي 12. يبقى الفوليك اسيد والبي 12 ما عندهما ووتر ستورابل فيتامينز الا انهما ستور في الليفر. اشمعنى؟ عشان هيماتوبويسس. يبقى الاثنين دول مهمين لهيماتوبويسس.
ما ينفعش حاجه مهمه لماتوبيسس اقول يا خلاص خليها كلها بقى براحتها. لا افرض ما كانهاش انا ماشي ماتوبيسس يبقى عشان فوليك اسيد والبي 12 مهمين. الماتوبيسس هما الاثنين بس الوحيدين اللي هو دارسولوم والسولفيليم. طب حلو الكلام ده. بيقول لك الووتر سولوبل عشان هما ووتر سولوبل اكسكريتد نيورين. طب طالما يا جماعه اكسكريتد نيورين يبقى عايز التوكسيسيتي بتاعتهم كومن ولا رير؟ رير طبعا عشان ايه سهل يخرجوا. يبقى طالما اكسكريتد نيورين يبقى التوكسيسيتي او ساعات بسميها يا جماعه هايبر فيتامينوزس. كلمه فيتامين توكسيسيتي اسمها ايه؟ هايبر فيتامينوزس. التوكسيسيتي بتاعتهم بتبقى رير. ليه؟ عشان هما ووتر سولوبل واكسكريتد نيورين. لكن الفات سولوبل دول فات سولوبل من اسمهم يعني نوت اكسكريتد انيورين. طب طالما نوت اكسكريتد انيورين توكسيسيتي او هايبر فيتامينوزس از ايه؟ از كوم. يبقى توكسيسيتي از كوم. عشان كده مش هنسمع كلمه هايبر فيتامينوزس دي غير فقط في الفات سولوبل فيتامينز. الفات سولوبل فيتامينز هم ليهم اعراض توكسيسيتي. اما الووتر سولوبل كلهم بيبقوا دايمين في الميه وبينزلوا في اليورين وبالتالي ما لهمش توكسيسيتي. صدقني لو انت عرفت المقارنه دي وفهمتها الفيتامينز بتبقى سهوله بالنسبه لك. نقول تاني يلا. الووتر سولوبل موجودين مع الووتر اوف كوكينج ويحصل لهم ابزوربشن مع الووتر اوف كوكينج. اما الفات سولوبل ابزوربت ان ذا فورم اوف كالوماين. فلما عايز كالوماين يبقى عايز بيلزوم ويحصل لهم ديفيشنسي لو في سيبريت. هنا مش عايز كالوماين يبقى نو بايلزون وكمان نوت ديفيشن ان كيس اوف حاجه يترتب عليها حاجه. قال لك الفات سولوبل ستورد في ليفر يبقى ال ديفيشنسي ريل. ووتر سولوبل نوت ستورد في ليفر يبقى ديفيشنسي كومون اكسبت مين؟ فوليك اسيد في الكل. ووتر سولوبل بيبقوا اكسكريتد في اليورين يبقى التوكسيسيتي از رير. هنا في الفات سولوبل نوت اكسكريتد ان يورين يبقى التوكسيسيتي او بسميها هايبر فيتامينوزس كوم. فكلمة هايبر فيتامينوزس او توكسيستي هسمعها واجيب سيرتها فقط فين؟ في الفات سولوبل فيتامينز. طب احنا سيادتك لما درسنا الامينو اسيد ميتابوليزم كنا ماشيين اسطمبه فاكر؟ كان اي امينو اسيد بتكلم عنه في اربع نقط اسينشال ولا سيمي ولا نان جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد وامبورتنس ايه وكمان سيادتك ديفيشنسي لو حصل ديفيشنسي ايه مانيفستيشن وايه ديزيزز. كان كده يعني ايه؟ اسطمبه شغالين بيها وسهلت علينا الموضوع قوي. انا هنا برضو في الفيتامين همشي بالاسطمبه هطبقها في جميع الفيتامين. اول نقطه هتكلم عنها في اي فيتامين ايه كيمستري؟ يعني عباره عن ايه؟ ايه كيمستري بتاعها؟ تاني نقطه ايه السورس؟ يعني لو حبيت اكله اكل ايه؟ النقطه الثالثه ايه الفانكشن؟ مش قلنا هم required for normal growth and health يبقى مهمين في ايه؟ ورقم اربعه ايه deficiency manifestation؟ يعني لو ما اكلتوش يحصل لي ايه؟ رقم خمسه ايه التوكسيسيتي بتاعته؟ او بسميها هايبر فيتامينوز. يعني لو زاد ايه المشاكل اللي ممكن تحصل مع زاد؟ النقطه الخامسه دي يا عبد الرحمن هتكلم عنها في كلهم ولا بس في الفات سولوبل؟ بس يبقى الفات سولوبل بس اللي قلنا اهو في التوكسيسيتي او الهايبر فيتامينز. الباقيين لا ليهم لا توكسيسيتي ولا هايبر فيتامينز. يبقى في نقط يا جماعه ثابته بوصف بيها اي فيتامين. صدقني الكلام ده هيريحك قوي قوي قوي. اقول الكيمستري بتاعه اقول السورسز اقول الفانكشن اقول الديفيشنس مانيفستيشن اقول اعراض التوكسيسيتي او الهايبر فيتامينوزس دي فقط مع الفات سولوبل. الكيمستري تختلف من فيتامين لفيتامين اخر لكن السورسز واحده. اي فيتامين يقول لك موجود فين؟ انا مش هقعد احفظ حاجه لكل الفيتامين. قال لك كل الفيتامينز موجوده في الليفر والملك والايج يوك. وانت غلط. عيان قال لك يا دكتور انا عندي نقص فيتامين مش عارف ايه، قال له ايه؟ يا باشا ليفر ملك ايج يوك. ما انت شكلك وحش وانت مش عارف يعني. ليفر ملك ايج يوك. في الامتحان فين الفيتامين ده موجود؟ ليفر ميلك ايجو. الليفر يا جماعه الكبد والملك والايجو صفار البيض بيحتوي على معظم الفيتامينز. لكن في اكسبشنز. ايه بقى الاكسبشنز؟
يبقى الليفر ملك الجوكر هحطهم كده في اي فايتامين الا بقى في 3 اكسبشنز. قال لك الاكسبشنز بقى فيتامين سي. فيتامين سي مش في الكلام ده. قال لك في الفريش فيجيتابلز اند فروتس. فريش فيجيتابلز اند فروتس especially the citrus fruits. يعني كلمة citrus fruits الموالح. بس هي الموالح. ايه اكتر يا جماعه فروت يحتوي على فيتامين سي؟ لا الموز. الكنتالوب. اكتر حاجه فيها فيتامين سي الكنتالوب. وراه الجوافه. وراه برتقال ولا ليمون في فيتامين سي؟ ليمون طبعا. كل الناس بتقول ليمون عشان مور سيترس. لا البرتقال. البرتقال في فيتامين سي اكتر من ورا البرتقال ليمون. كمان الجرين بيبر الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر يحتوي على كميه كبيره من فيتامين سي. الكنتالوب بيوري شايفين عارف البتاع الشباب المدور ده؟ شباب يا عم الشباب. كل دول بيطلع الواحد دول على اللي فات مش عارفين البنك ايه. بقول لي القرص اه القرص. الشباب يا باشا الشباب يا باشا الشباب. ايه بقى الكنتالوب وراه الجوافه وراه القطار وراه الليمون وراء الجرين بيبر يعني الفلفل الاخضر. كل دي حاجات فيها فيتامين سي. وكمان اي جرين ليفي فيجيتابلز اي فيجيتابل ليها جرين ليف ليها اوراق خضراء فيها فيتامين سي. الكرنب بقى ومش عارف كل الجد. طب ده فيتامين سي. يقول لك كمان فيتامين اي. فيتامين اي ده موجود في الاويلز. جميع الاويلز تحتوي على فيتامين. ركز معايا. كمان فيتامين كي. وفي كومبلكس قال لك دول فورمد باي ذا انتستينال بكتيريا. يعني بكتيريا الانتستين بصدعها. عشان كده يا جماعه لو اي حد خد برولونج كورس اوف اورال انتي بيوتيك دايما الدكتور معاه كده راندم يديله فيتامين. ليه؟ عشان هو خد اورال انتي بيوتيك لفتره طويله شهر شهرين اكيد البكتيريا بتاع الانتستين ايه؟ هتموت من هذا الانتي بيوتيك. وبالتالي الفيتامين اللي اسمه كي وبي كومبلكس يقلوا. فدايما مع الانتيبيوتيك يدي الفيتامين. وفي دكاتره كده تصرف فيتامين مع انتيبيوتيك مع فيتامين اوتوماتيك على طول. ليه؟ عشان في فيتامين تصنع بالبكتيريا وبالتستن اللي هي البي كومبلكس والكي. يبقى هيسالني يقول لي يا رافع اي فيتامين موجود في ليفر ميلك ايجيو فرن غلط. ما عدا لو سي هقول الفريش فيجيتابلز والروتس. الاي هقول الاويلز وكمان البي كومبلكس والكي هقول دول سينثسايز باي ذا انتستينال باكتيريا. الفانكشن كل فيتامين وليه فانكشن خاص بيه. المانيفستيشن اوف الديفيشنسي طبعا تختلف من فيتامين للاخر. والهايبر فيتامينوزس هنقول يا جماعه اللي بنفاز دول الفيتامينز بس في هايبر فيتامينوزس والفيتامينز. بص بقى يا باشا الكيمستري مش بتيجي في الامتحان والسورسز مش بتيجي في الامتحان والهايبر فيتامينوزس مش في الامتحان. فكل فيتامين ايه المهم اللي فيه؟ فانكشن ديفيشنت ديفيشنت. الموضوع سهل ازاي؟ يبقى كل فيتامين اعرف الفانكشن ايه والديفيشنسي مانيفستيشن ايه. ده المهم في كل فيتامين. بص بقى الكيمستري والسورسز والتوكسيسيتي تتراوح من سنه لاخرى. سنين يلغوها خالص. وسنين يقول لك اقرأ. وسنين يقول لك علينا بس ما بيجيبهاش. يعني هي من الاخر مش هتيجي. يا هتتلغي يا هتبقى عليك ومش هتيجي. ما حدش هيسالك في جيمس بتاع هايبر ولا حد هيسالك في سورس بتاع هايبر. والهايبر فيتامينوزس رير جدا 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 صعب تيجي. يبقى كل فيتامين الزيتونه بتاعته ايه؟ فانكشن وديفيشن. ده مش معنى ايه اللي مش هقول الكلام ده. السورس اوريدي خلصناها. يعني الكلمتين دول هما السورس خلصوا خلاص بتاع كلهم. الكيمستري يعني لو فيها حاجه مهمه قوي ما بقاش حاجه هنعديها. اوكي؟ والباي اشرحه. لكن انت تبقى عارف ان كل فيتامين اللي احفظه صم ما فيهوش تهاون ما فيهوش هزار اللي هو ايه؟ الفانكشن والديفيشنسي بريفيشن. هنبدا مع بعض الرحله بالفات سولوبل فيتامينز والفات سولوبل فيتامينز هما ايه كده؟
هما كده فيتامين كي وإي ودي وإيه، وهبدأ معاكم الرحلة بفيتامين إيه. أيوة ينفع، بس لما نروح عايز واحد يدخل من تحت كده ويطوع وبتاع وبتاع. مين يطوع؟ يا سلام يا هيمة يا جاب، يا سلام أحسنت يا هيمة. مش للدرجات يا هيمة، الله ينور عليك. خلاص انت فتحتها اصلا، افتح بقى النور اللي انت فاتحها. بس انت اللي عارف الدرجه بالظبط 8 7 7 ونص. لا مش الدرجه دي. فيتامين اسمه فيتامين، لكن يا اسلام كل فيتامين ليه اسامي دلع. اسم الدلع بتاعه ريتينيل او ريتينول او ريتينوتس. كمان الفيتامين دي زيها زي ايه؟ تطلع على الفيسبوك برضه وليها نيك نيم. النيك نيم بتاعه انتي زيرو في سلمك فيتامين. انتي زيرو سلمك فيتامين. كلمة زيرو معناها ايه؟ صفر. لا لا بتاع الامتحان ده. طب كلمة زيروكس معناها ايه؟ زيروكس البلاد الطباعة الجافة. فزيرو يعني دراي، وساروس عين، هو الفيتامين المضاد لجفاف العين. يبقى لو نقص يعمل ايه؟ شفت ازاي الموضوع سهل؟ انت زيرو سلمك فيتامين، يبقى هو بيمنع جفاف العين. فلو حصل ديفيشن مانيفستيشن يحصل زيرو سلمك، يبقى اسمه فيتامين ايه؟ او ريتينين وريتينول وتروكاسيت، او بسميه انت زيرو سلمك فيتامين. ايه الكيمستري؟ يقول لك والله ممكن يكون في فورم اخرها الدايت، واللي اخرها الدايت اسمه ريتينيل، او فورم اخرها الكولدروب سي اتش تو اتش يبقى اسمه ريتي نول، او اخره يكون فيه كربوكسيل جروب يبقى اسمه ريتي نول اسيد. ده اللي عارفه، اللي العك الكلام ده مش عارف. تعرف بس فيه 3 فورمز، اللي اخرها الدايت ال، واللي اخرها الكول اول، واللي اخرها كربوكسيل ريتي نول اسيد. وفي كده يعني سطر مكتوب ما بين البوكسين، اعرف السطر ده. يقول لك هو موجود في 2 ايزوفيريك فورم، موجود في صورة اسمها اول ترانس وصورة اسمها اليفنسيس. يعني في اول ترانس ريتينيل او ريتينول، وفي اليفنسيس ريتينيل او ريتينول. الصورتين دول قال لك انتر كونفرتبل لبعض، يعني ممكن احول الاول ترانس لليفنسيس او الليفنسيس لاول ترانس عن طريق انزيم اسمه ايفنس. ده اللي عايز بس في الكيمستري، الباقي مش عايز. في 3 فورم، ريتينيل وريتينول وريتينوك اسيد، وكل فورم فيهم ليه وظيفه. كمان سياده في صورتين، صوره اسمها اول ترانس وصوره اسمها اليفنسيس، في منها الال والاول وريتينوك اسيد. يعني في اول ترانس ريتينوك اسيد واليفنسيس ريتينوك اسيد، اول ترانس ريتينال اليفنسيس ريتينال، اول ترانس ريتينول اليفنسيس ريتينول. كل نوع فيهم في منه الاول ترانس وفي اليفنسيس، والاثنين انتر كونفرتبل لبعض عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ايزوميريز. يبقى خلصنا سيادتك ايه؟ اول حاجه اللي اسمها ايه؟ كيمستري. خلصت خلاص. ادخلي على السورسز من غير ما اقول هو موجود فين فيتامين ايه ده؟ ليفر ميلك اليوم، وانت مغمض. طالما مش اكسبشن يبقى ليفر وميلك وكمان اليوم. لكن في مركبات ممكن تديني فيتامين ايه في جسمي. هذه المركبات تسمى فيتامين اي بريكيرسر او كاروتينويدز. مهم لازم تعرف ان الكاروتينويدز بسميها فيتامين اي بريكيرسرز، او ساعات بسميها برو فيتامين اي. برو يعني قبل، هي الجسم تدي فيتامين. الكاروتينويدز في منها انواع، في نوع اسمه الفا كاروتين او بيتا كاروتين او جاما كاروتين، والكلام ده خدناه سنه اولى. مين فيهم الاهم؟
البيتا، لان البيتا جلوتين فيها حاجه اسمها 2 ايون رينج، فتدي 2 مولكيولز اوف فيتامين اي، ولكن الالفا والجاما تدي بس ايه 1 مولكيول اوف فيتامين. الانزيم اللي بيحول الكاروتينويد الى فيتامين اي لازم تعرفه، اسمه كاروتينيز. اسمه ايه؟ كاروتينيز. او ايه اسم تاني؟ كاروتين داي اوكسيدز. يبقى اسمه كاروتينيز او بسميه كاروتين داي اوكسيدز. وهنا في سؤال اوائل الكليه، اقوله ولا اعطيه؟ يا فارس. ده ايه؟ انا مش هقول لك اقول اوائل الكليه؟ ايوه مين فين فين؟ فاكرين الهوموجينيسيت اوكسيدز اللي كان بيحول الهوموجينيسيت لمالين اسيدو اسيتيك؟ الهوموجينيسيت اوكسيدز ده داي اوكسيدز، والكاروتينيز ده داي اوكسيدز، وفي انزيم اسمه تريبتوفان بايروليز ده كان في الميجر باثوي اوف تريبتوفان اللي اتلغى برضه داي اوكسيدز. يبقى في ثلاثه داي اوكسيدز، ايه اللي جاب؟ هوموجينيسيت اوكسيدز بيكتب برضه ويقول لك ازاي خميس خميس عامله ده ما بيذاكرش تجربه ده طحين حريق ده وبيحرق يبقى هو بروتينيز اوكسيدز وكمان كاروتينيز طب هو نقل هو بروتينيز اوكسيدز ايوه يا باشا داي اوكسيدز هو بروتينيز اوكسيدز كاروتينيز والتريبتوفان بايروليز دول اسمهم داي اوكسيجينيزس. فالكاروتينيز اسمه تاني كاروتين داي اوكسيجينيز. السؤال بقى بتاع النجاح، بتاع النجاح اللي بتنجحوا بيه، يقول لك ايه البريكيرسر اوف فيتامين اي؟ او في فيتامين اي بريكيرسر كاروتينويد. يبقى فيتامين اي بريكيرسر او برو فيتامين اي اسمهم كاروتينويد. حلو الكلام. بايروليز. P-Y-R-R-O-L-A-S Pyrolase. يبقى طلعنا من هنا بالكيمستري يا جماعه ان ازاي تركيز جي 4 الريتينال والريتينول والريتينوك اسيد وفي 2 ايزومريك فور الاول ترانس والليفن سيس والاثنين انتر كونفرتبل لبعض وفي فيتامين اي بريكيرسر اسمها كاروتينويد الفا بيتا جاما المهم هو مين؟ البيتا عشان بيدي 2 فيتامين اي عشان فيه 2 ايرون رينج واتفقنا ان تحويل الكاروتينويد الى فيتامين اي عن طريق انزيم اسمه كاروتينيز اللي اسمه الثاني كاروتين داي اوكسيدينيز. الكام كلمه دول هم اللي بيدوني في الكيمستري الباقي انا عامل ايه؟ ادخل بقى سيادتك على الابزوربشن اوف الفيتامين. ابزوربشن ركز معايا هو ووتر سولبل لا ركز معايا مش عايز يا حقير انت اهو ركز معايا هو ووتر سولبل ولا فات سولبل؟ يبقى الزوج بتاع الووتر كوكينج ولا مع الكربوجرام؟ يبقى قبل ما اتكلم ولا كلمه طب هو فات سولبل لازم تعرف ابزورب مع الكربوجرام ازاي بيحصل الكلام ده؟ قال لك والله الفيتامين ايه اللي اسمه ريتينول موجود في اكل الشارك مع فاتي اسيد ودايما اسمه ريتينول يعني الكول وشابك معاه فاتي اسيد يبقى اسيد مع الكول حاجه اسمها ايه؟ استر. بقول لك الريتينول موجود في صوره استر اسمها ريتينول استر. يبقى انا هاكل فيتامين اي في صوره اسمها ريتينول استر، ريتينول شابك مع فاتي اسيد. يقول لك لما اكل الريتينول استر الانزيمات بتاع الهضم تروح فكه الفاتي اسيد لوحده والريتينول ايه؟ لوحده. بيروح داخل في صوره اسمها ميكس مايسن في الانتستانال ميكوزا. الميكوزا سيل قال لك في الانتستان الميكوزا بيحصل له ري استريفيكيشن. انا شابك فيه فادي اسيد كمان. ايه الفادي اسيد الشهير الجسمي بالميتيك اسيد. وبالتالي يعمل حاجه اسمها ريتينايل بالميتيت. ريتينايل بالميتيت دي الاستر اللي في جسمك.
الريتينول شابك معاه بالميتك يبقى اسمه ريتينايل بالميتك. الريتينايل بالميتك روح شابكة في الكايلومايكرو وده بقى absorbed in the form of كايلومايكرو. مرة كمان الصورة اللي باكلها اسمها ريتينول السبب، يعني ريتينول شابك معاه فاتي أسد. أكلت أفصل الريتينول لوحده فاتي أسد لوحده، دخلته الميكوزا السيل يروح الريتينول شابك معاه بالميتك أسد، يعني بعمل حاجة اسمها ريستريفيكيشن، هرجع الفاتي اسيد مره كمان واعمل حاجه اسمها ريتينايل بالميتين. قال لك سيادتك هو ترانسبورتد في صوره ريتينايل بالميتين الى الكالوفاكون، والكالوفاكون تاخده بقى على الليمفاتكس ومنه على كل السيركوليشن، وده اسمه ابزوربشن. طيب ترانسبورت ان ذا بلاد، مش سيادتك الكالوفاكون في الدم بيشتغل عليها انزيم اسمه لايب وبروتين لابيس، ويروح مكسر سيادتك الكالوفاكول فيطلع في الدم سيادتك الريتينول اهو، طلع الريتينول. قال لك الريتينول ده فات توربل ولا ووتر توربل؟ رد عليا بقى، ينفع يمشي في الدم لوحده ولا دي مش شرط بروتين؟ دايما جميله الفات توربل فيتامينز في بروتين يشيلها في الدم عشان فات توربل، لكن الووتر توربل عايزها بروتين؟ لا ايه ووتر توربل؟ يبقى دايما الفات سولبل فيتامين ترانسبورت الدم تاخد على قال لك هو اسمه ريتينول وبيتشال على بروتين، يبقى البروتين اسمه ريتينول بايندينج بروتين، يبقى البروتين اللي بيشيل الريتينول اسمه ار بي بي ريتينول بايندينج بروتين. يقول لك يا عبد الرحمن لو ريتينول بايندينج بروتين ده ناقص مش بيتصنع او بيحصل له اكسكريشن يورين، هل كده هعرف اعمل ترانسبورت للريتينول للتيشوز؟ لا، وبالتالي يحصل الريتينول او فيتامين ديفيشنسي. يبقى نقص الار بي بي ده نقص الريتينول فايتامين بروتين ممكن تعمل فيتامين ديفيشنسي، لان الفيتامين ايه موجود بس مش ترانسبورتد، ما بينفعش يروح للتيشو وبالتالي يحصل ديفيشنسي. يبقى ترانسبورت في صوره ريتينول وبيتشال على بروتين اسمه ريتينول فايتامين بروتين وبيروح سيادتك للتيشوز. طيب راح التيشوز عايز اعمل له ابتيك، الابتيك للتيشوز بيحصل ازاي؟ قال لك سيادتك الريتينول وهو بيتشال على الريتينول بايندينج بروتين يروح سيادتك يلاقي ريسبتور على السيل ميمبرين، يقول لك الريتينول بايندينج بروتين اسيبه بره ومين يدخل جوه الخليه؟ الريتينول يروح داخل جوه الخليه. يبقى الابتيك باي تيشوز عن طريق سيرتن ريسبتورز موجوده على السيل ميمبرين تريكوجنايز الريتينول بايندينج بروتين وتاخد منه الريتينول، يروح الريتينول داخل جوه، يدخل الريتينول جوه الخليه وهسيب بره مين؟ الريتينول بايندينج. يقول لك الريتينول لما بيدخل جوه الخليه ممكن يحصل له اوكسيديشن ويتحول الى ريتينويك اسيد. يبقى جوه الخليه حصل له اوكسيديشن بقى ايه؟ ريتينويك اسيد. يبقى عندي شويه ريتينول وشويه ريتينويك اسيد. يروح معدي النيوكليير ممبرين. يعني دخل جوه ايه؟ جوه النيوكليس. لقى جوه النيوكليس في الدي ان ايه بتاعي دبل ستراند، ولقى كمان في ريسبتور فور الريتينويك اسيد اسمها ار اي ار ريتينويك اسيد ريسبتور. يروح سيادتك الريتينويك اسيد شابك مع الريسبتور والاثنين يشبكوا في سيرتن سيكونس في الدنيا اسمه ريتينويك اسيد ريسبتور ريسبونس ايلمنت، اسمه كده ريتينويك اسيد ريسبتور ريسبونس ليمت، ويأثروا على الجين اكسبريشن اوف سيرتن بروتينز. مره كمان يلا، مره كمان مش صعب الكلام، بقول ازاي بيحصل ابتيك للريتينول باي التيشو. الريتينول ماشي في الدم بيتشال على مين؟ على الار بي، راح التيشو تلاقي ريسبتور، الريسبتور تاخد مين؟ الريتينول وتزيد مين؟ الريتينول باي التيشو. الريتينول دخل كانسر جلد شويه ريتينول يتقسم يبقوا مين؟ ريتينول كاسيد. يبقى عندي في ريتينول وفي ريتينول كاسيد. الاثنين يعدوا النيوكليير ممبرين ويدخلوا جوه النيوكليس. يلاقوا ريسبتور اسمها ريتينويك اسيد ريسبتور، يعني ريسبتور خاصه بالريتينول كاسيد. الريسبتور دي لو لوحدها ان اكتف ما تشتغلش. لما يشبك الريتينول كاسيد في الريسبتور يبقى اكتف. والكومبلكس ده اللي هو اسمه ريتينويك اسيد مع الريسبتور يشبكوا مع الريسبونس ايلمنت. اسمه ريتينويك اسيد ريسبتور ريسبونس اليمنت، كلمه اليمنت معناها سيكونس اوف ريسبتور.
كلمه element معناها sequence of nucleotide موجود عليه. هذا الكومبلكس لما يشبه في الريتينوليك اسيد ريسبتور ريسبونس element يروح مأثر على الجين اكسبريشن اوف سيرتن بروتينز، يعني يزود سيادتك انتاج بروتين معينه، يقلل انتاج بروتين معينه. والكلام ده تيبيكالي هو الاكشن اوف هرمونز. في هرمونز كتير قوي شغاله عن طريق ده، اشهرهم الاسترويد وكمان الثايرويد هرمون. الاسترويد هرمون والثايرويد هرمون بيعدوا السيلمبرينز يدخلوا على السيلمبرينز، يعدوا النيوكليوس برين يدخلوا في جوه النيوكليوس يلاقوا جينين يشبكوا في سيرتن جين سيكونس ويأثروا على الجين اكسبريشن. عشان كده ناس بتعتبر فيتامين اي كهرمون لان له هرمون لايك اكشن، ده شغال زيه زي الاسترويد وزيه زي الثايرويد هرمون. اقولها مره ثالثه اهو، ازاي بيحصل ابتيك للفيتامين اي؟ فيتامين اي ماشي في الدم بيتشال على بروتين اسمه ريتينول بايندينج بروتين، راح التيشوز لا على الممبرين ايه؟ ريسبتور. خدت مين الريسبتور؟ خدت سوري الريتينول بايندينج بروتين ولا ريتينول؟ خدت ريتينول وسبت بره الريتينول بايندينج بروتين، دخل عدى الممبرين بقى في السيلولات شويه ريتينول يحصل لهم اوكسيديشن يبقوا مين؟ ريتينول كاسيد. والاثنين الريتينول والريتينول كاسيد يعدوا ويروحوا النيوكليس يلاقوا ريسبتور، لو مش شبك فيها حاجه ينكتف. طب شبك فيها ريتينول كاسيد عملت كومبلكس الريسبتور مع الريتينول كاسيد الاثنين مع بعض يروحوا شابكين في سيرتن سيكونس في الدنيا اسمه ريتينول كاسيد ريسبتور ريسبونس ليفل. اول ما يشبكوا في هذا الاليمنت ياثروا على الجين اكسبريشن اوف سيرتن بروتين، يزودوا انتاج البروتين او يقللوا انتاج البروتين، وبالتالي يحصل الاكشن اوف الريتينول كاسيد. ولكن هذا الاكشن هو شبيه بالهرمونات، بنسمي ده هرمون لايك اكشن، ده بالظبط الاسترويد وكمان الثايرويد هرمون شغالين بنفس الميكانيزم ده، يدخلوا جوه النيوكليس ويشبكوا في النيوكليا ريسبتور ويعملوا الاكشن ده. يبقى خدنا الكيمستري، خدنا السورسز، خدنا الابسوربشن، خدنا كمان الترانسبورت ان ذا بلاد على الريتينول بايندينج بروتين، وخدنا الابتين باي تيشوز. ادخل بقى على ده المفيد بقى، من الكلام ده يجي ما يجيش براحته، بس يعني الجمل اللي مش بيجي ولو سالك سالك على حاجه بسيطه يتشال على ايه؟ مش على كده يعني. يحصل لها حصول بطريقه ايه؟ كلام سهل يعني. لكن اللي فيها الكون طبعا وبتزيد فيه بالاورال بعنف هو الفانكشن وكمان الديفشنسي مانيفستيشن. يلا مع بعض فانكشن. عايزك بقى تبقى مرتب افكارك عشان تعرف ايه. اول فانكشن لفيتامين ايه يقول لك هو مهم فور الجروس اند الديفرنشيشن. جروس يعني نمو، ديفرنشيشن يعني تحول، تحول ثاني. مهم للجروس والديفرنشيشن. الصوره اللي مهمه للجروس والديفرنشيشن هي الريتينوليز. يبقى الصوره المهمة للجروس والديفرنشيشن هي الريتينوليز. يقول لك والله الريتينوليك اسيد زي ما شرحنا من شوية بيعدي النيوكليوم بريك يلاقي جوه النيوكليوس مين مستنياه؟ ريسبتور. يروح شابك في حاجة اسمها ار اي ار ريتينوليك اسيد ايه؟ ريسبتور. والريسبتور مع الريتينوليك اسيد يروح شابكين في سيرتن سيكونس في الدنيا اسمه ريتينوليك اسيد ريسبتور ريسبونس ليفل. يروح مزودين الجين اكسبريشن اوف سيرتن بروتين و certain growth factors. هذه البروتين involved في growth بتاع الخلية و involved في differentiation بتاع الخلية. يبقى ده مش جديد. الصورة المهمة للgrowth و differentiation اسمها retinoic acid. retinoic acid عدت في nuclear membrane دخلت جوه النيوكليس لقيت ريسبتور راح اتشابك فين؟ في الريسبتور وعملت كومبلكس. الكومبلكس راح شارك في retinoic acid receptor response element راح نزود زيادتك الجين اكسبريشن اوف سيرتن بروتين. البروتين دي وظيفتها جروث ووظيفتها كمان ديفرانشيشن. ودي اول وظيفه للريتينوليك اسيد وهو جروث وديفرانشيشن. مش بس كده، ده كمان فيتامين اي ده مالهاش فيها كتير قوي مهم فور الفيجن. مهم للرؤيه. عشان كده كنا بنقول زمان ان الجزر بيقوي النظر. إن الجزر فيه كاروتينويدز. الكاروتينويدز يا فيتامين اي بريكيرسر. لما اكل جزر يعني كلت كاروتينويدز في جسمي تدي فيتامين اي، وفيتامين اي از امبورتنت فور الفيجن. في نوعين من الفيجن. في نوع اسمه كالرد فيجن.
ده عن طريق فوتو سنسري ريسبتورز معكود، وفي نايت فيجن ودي سيرتف عن طريق الرؤية. يبقى في رؤية بالالوان ودي اسمها كلر فيجن والكود، وفي رؤية ليلية دي ابيض واسود ده عن طريق ايه؟ الرؤية. فبصراحة مهم ايه؟ للنايت فيجن، مهم اكتر للنايت فيجن. النايت فيجن بتحصل عن طريق الفوتو سنسري ريسبتور اللي اسمها رودز، ودي فيها بروتين اسمه رودوبسين، والرودوبسين ده عباره عن بروتين يدعى اوبسين، والاوبسين شارك فيه 11 سيس ريتينال. ايه الفرق ما بين كلمه 11 سيس ريتينال وكلمه اول ترانس ريتينال؟ كلمه اول ترانس يعني كل الدبل بوند اللي موجوده ترانس، والترانس يعني جروبز في الاوبن سايد. هنا كل البوند ترانس ما عدا 11، 11 هي اللي سيس، فاسمه 11 سيس ريتينال. يقول لك ال 11 سيس ريتينال شكله مناسب للارتباط بالاوبسين، يعني ال 11 سيس ريتينال شكله الشكل ده مناسب للارتباط بالاوبسين، ولو تغير ال 11 سيس ريتينال الى اول ترانس ريتينال شكله يتغير فيفك منه الاوبسين. يبقى لو هو 11 سيس ريتينال شكله كويس قوي ويعجب الاوبس ويشوفوا بعض يعملوا الاوبس، اتغير ال 11 سيس لاول ترانس الشكل ده اتغير فيفك منه ايه؟ الاوبس. فالرودوبسين عباره عن اوبسين ده بروتين شابك في 11 سيس ريتينال. قال لك ازاي بيحصل بقى الفيجن بقى؟ يقول لك والله الرودوبسين بيتعرض لللايت، ما لازم عشان اشوف لازم يكون في لايت، لايت يجي على العين. كان زمان الحسن بن الهيثم فاكر ان العين بتطلع ضوء، الضوء ده يجي على الحاجه اللي اشوف. بقول لك زمان عجبني الكلام ده يا جماعه، من فوق دماغي حسن بن الهيثم انا ما غلطتش في الراجل والله هقول دلوقتي. المهم الخليفه راح حابس الحسن بن الهيثم، حبسه فوق ده ايه؟ ضلمه. بص في الضلمه لقى نفسه مش شايف حاجه، فقال لك لا يا عم الكلام ده غلط، ده لازم الاوبجكت نفسه يطلع لايت، اللايت يجي على العين فاشوف. غلطت في الراجل اهو اهو الكلام كله اديني فرصه هتقلق والله هتقلق كده يا ستي هتقلق. حاسس ان احنا لازم نعمل حد قريب. الرودوبسين لازم يسقط عليه لايت، لازم يجي لايت على الرودوبسين. فبيحصل فيه ايزوماريزيشن ويحصل فيه كونفورميشن تشينجز، فيتحول الرودوكسين الى لومي رودوكسين، اللومي يتحول الى ميتا رودوكسين 1، والميتا رودوكسين 1 يتحول الى ايه؟ ميتا رودوكسين 2. قال لك اول ما بقى ميتا رودوكسين 2 قال لك سيادتك ال 11 سيلز ريتينال يتحول الى ايه؟ الى اول ترانس ريتينال، وده شكله مناسب للارتباط بالاوبسن ولا لا؟ مش مناسب، فيفك سيادتك الاوبسن. اول الاوبسن ما يفك يروح طالع نيرف امبلس، النيرف امبلس دي من الريتنا على الاوبتيك نيرف على الفيجوال اريا للاكسيبيتال اريا اوف ذا برين سيادتك تشوفه. مره كمان الميكانيزم اوف الفيجن، قال لك والله الرودوبسن عباره عن اوبسن بلس 11 سيتريت، سخط اللايت سخط فوتونز على الرودوبسن، حصل له كونفورميشن تشينجز اتحول الى لومي رودوبسن ثم ميتا رودوبسن 1 ثم ميتا رودوبسن 2. بعد الميتا رودوبسن 2 اتغير ال 11 سيس بقى مين؟ بقى اول ترانس ريتينال، وشكله اتغير فك منه الاوبسن طلع نيرف امبلس على الاوبتيك نيرف على الاوكسيبيتال اريا اوف ذا برين. وشوف يقول لك في كل بصاية وفي كل بحلة آية بيتكسر الرودوكسين إلى أول ترانس ريتينال أوبسين، وكده أنا خسرت واحد رودوكسين، وبعد شوية الرودوكسين اللي عندي إيه؟ هيخلص، وأنا عايز أكمل بص بصل وعايز أكمل بحلة. يبقى أعمل إيه؟ لازم أعمل ريجينريشن للرودوكسين. إزاي؟ قال لك الرودوبسين عباره عن اوبسين والليفنسز، الاوبسين موجود بس الليفنسز بقى مين يا هيما؟ اول ترانس. يبقى انا عايز احول الاول ترانس للليفنسز بطريقتين. اول طريقه سيادتك دايركتلي مش هو ايزومر للليفنسز؟
يبقى بنزين اسمه ايزوميز. على طول بقى يحول الاو ترانس ل 11 سيس ريدينات. شكله بقى مناسب ولا لا؟ يروح شارك في الاوبسن وعملت ريجنريشن للاوبسن بطريقه زي الفل، طريقه دايركت و100 100. يقول لك في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه وين؟ في طريقه ثانيه. يقول لك الاول ترانس ريدينال اروح اعمل له ريدكشن، يدخل سيادتك ناد او ناد بي اتش بلس اتش، يعني ده شغال وده شغال، ويطلع ناد او ناد بي. اغلس ولا ما اغلس؟ اغلس؟ هو ليه الزيت اللي خدناها قبل كده بيشتغل بناد او ناد بي برضه؟ ما يفرقش معايا. احسنت يا ولد اسمك ايه؟ احسن احمد؟ احسنت يا احمد، ايوه جلوتاميت ديبروتين. ال جلوتاميت كان فيه ناد او ناد بي، وده كمان الانزيم ده اللي اسمه ريتينال ريدكتيز، صح؟ او ممكن اسميه الكول دي هيدروجينيز برضه، صح؟ يبقى اسمه ريتينال ريدكتيز او اسمه الكول دي هيدروجينيز. قال لك ده بيعمل ريدكشن للالدهايدرو اللي هي سي اتش او، وحاطط لها اتش 2 فتتحول من سي اتش او لسي اتش 2 او اتش، صح؟ فتحولت من الدهايد، اسمها لكم الفورمولا بالفورمولا، كان اخره سي اتش او خد له اتش 2 فهنا اتش وهنا اتش، يعني بقت سي اتش 2 او اتش، وحولت الان الى اول، فيتحول من اول ترانس ريتينول الى اول ترانس ريتينول. هل كده شكله بقى مناسب؟ ابدا. ده الشكل المناسب لازم يكون 11 سيس ريتينول. طب اعمل ايه؟ قال لك اروح جايب ايزومريز و يحول لي الاول ترانس ريتينول الى 11 سيس ريتينول. شكله بقى مناسب؟ ابدا. اللي مناسب اسمه 11 سيس ايه؟ ريتينال. وده 11 سيس ايه؟ ريتينول. هو انت عشان تحول الان لاول حطيت ايه؟ هيدروجين. طب عشان احول الاول لان اشيل مين؟ هيدروجين. فاروح عاجز يدخل ناد بي او ناد ويطلع ناد او ناد بي اتش بلس اتش بنفس الانزيم اللي اسمه ريتينال ريدكتيز، وكده حولت ال 11 سيس ريتينول ل 11 سيس ريتينال. شكله بقى مناسب؟ يروح شابك في الاوبسن، وسيادتك اعمل ريجنريشن للاوبسن، اشوف بقى واتفرج بقى براحتي بقى عند الاوبسن وكده زي الفل. السايكل دي اسمها الاوبسن سايكل، او باسم الراجل اللي وصفها والز، اسمه والز سايكل او رودوبسن سايكل. الفكره يبقى عندي سيادتك طريقين، لو السكه اتقفلت الثانيه موجود، مش كل حاجه في جسمي بزياده. افرض السكه اتقفلت، ربنا عمل لي خير، هقول لك ايه؟ الرودوبسن سايكل غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. بقول هو غايه من ايه؟ مهم اكتر الكلر فيجن ولا النايت فيجن؟ النايت فيجن. والنايت فيجن عن طريق الرودز ولا الكونز؟ الرودز. عطيني فوتو سينس في البيجمنت تسمى الروم دوبسن، عمال اعمل روتين اسمه اوبسن معايا ال 11 سينس ريتينال. شكله مناسب لارتباط الاوبسن، اتغير شكله يفك الاوبسن. قال لك سقط لايت على الدوبسن، حصل فيه اي زومرايزيشن وكون فورميشن تشينج، وتحول من رودوبسن الى لومي رودوبسن، ثم ميتا رودوبسن 1، ثم ميتا رودوبسن 2. الميترودوبسن 2 اتحول ال 11 سيس لاول ترانس ريتينال، راح فك منه الاوبسن، طلع نيرف امبلس على الاوبتيك نيرف على الاوبسيدال اريا فيجن خلاص. لكن في كل بص سايا وفي كل بحث لقايا كسرت رودوبسن الى 11 الى اول ترانس ريتينال اوبسن، وانا عايز اكمل فيجن اعمل ايه؟ لازم اعمل ريجنريشن. ازاي بعمل ريجنريشن؟ لازم احول الاول ترانس ريتينال الى 11 سيس ريتينال. كم طريقه؟ اثنين، يا اما دايركتلي انزيم اسمه ايزومريز، يا اما اعمل ريدكشن بانزيم اسمه الكول ديهيدروجينيز او ريتينال ريدكتيز. اكتب على السهم محتاج زنك، ريكواير زنك. انت لما تكون وسط الكلام ده عمرك ما تاخد بالك منه. الريتينال ريدكتيز او اسمه الكول ديهيدروجينيز محتاج زنك، فساعات تقول ايه؟ اكسبلين واي. زنك از ريكوايرد فور فيتامين اي ميتابوليزم. السؤال ده لو جبت امتحان ايه؟ نص دفعه مش هتكتبه. عشان سيادتك الالكول ده بليز ريكوايرد، خلي بالك من ده. لو جد في وسط الكلام استخبيه يعني فخور ولا حد هيشوفه ولا حد هياخد باله.
الالكول دايجنيز محتاج زنك، عشان كده زنك ريكوايرد فور فايتال كيميكالز. حول لي الاول ترانس ريتينول الى اول ترانس ريتينول بايزوميريز 11 سيس ريتينول، نفس الانزيم يعكس ويديني 11 سيس ريتينول، شكله بقى مناسب يروح شابك في الاوبسين ويعمل ريجنريشن. انا عايز اطلع منها باستفاده عميقه جدا جدا جدا. هذه السايكل السمردوكسين سايكل تثبت ان كونتينوس سبلاي اوف فيتامين اي از امبورتنت فور نيوتريشن، وتثبت ان زيادتك فيتامين اي ديفيشنسي ممكن يعمل امبير نايت فيجن اللي بسميها نايت بلايندس. لو نقص فيتامين اي يحصل نايت بلايندس، ونايت بلايندس باللاتيني اسمها نيكتالوبيا. وكمان سيادتك فيتامين اي ديفيشنسي هيعمل بروم دارك ادابتيشن تايم. بنتكلم بقى كلمه دارك ادابتيشن تايم على ايه؟ يقول لك احنا دلوقتي في النور والدنيا ده الفل، لو الكهرباء قطعت عبارات تجي من مره واحده نقعد كده كام دقيقه مش مميزين الاوبجكت اللي حوالينا خالص لغايه عادي كده كام دقيقه ايه شايفين كويس شايفين احسن من الاول. ايه اللي حصل؟ اللي حصل في الدوم انت ديبندنت اكتر على الكولز ولا الرودز؟ والرودز كميتها بسيطه جدا 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 جدا. قال لك الكهرباء قطعت مره واحده، انت مش عايز كولز خالص، انت عايز ايه؟ رودز. على ما يحصل سيادتك سينسز للرودز وسينسز للرودوكسين ياخد بليز في الافريج 6 دقايق، هي من 5 ل 10 الافريج 6 دقايق. بعد 6 دقايق الرودوكسين موجود، تبدا تميز الاوبجكت اللي حواليك كويس. ده لو عندك فيتامين ايه؟ لو عندك فيتامين اي ديفيشنسي الدارك ادابتيشن تايم روم بدل 6 يوم تبقى ربع ساعه نص ساعه، يبقى فيتامين اي ديفيشنسي نفسه يعمل سيادتك نايت لاينس اسمها ميكالوبيا، وكمان روم دارك ادابتيشن تايم. كان في شاعر زمان يسمى الاعشى. حد ليه في الشعر؟ خد نفسه انا والمصري المعلقات وعمرو بن كلثوم ومش عارف ابن جرير، خدت الكلام ده؟ فاكر الكلام ده؟ كان كل اسمه الاعشى اللي كان بقى يفتح في الجروب ده خالص. ليه اسمه الاعشى؟ عشان مش بشوف ليه. فنايت بلاينس بالعربي الفصحى اسمها العشاء الليل. عشاء ده مش اكل، مش اكل بالمصحى انا عارفه كده، مش اكل يا عم فؤاد. العشاء الليلي يعني مش بشوف بالليل. يبقى كونتينوس سبلاي وفيتامين نيدد للنايت فيجن وفيتامين اي ديفيشنسي يعمل بروم دارك ادابتيشن تايم ونايت لاينز. لغايه دلوقتي الكلام جميل زي الفل وما فيهوش مشاكل، لكن يقول لك بقى ما مالهاش شغل. قول لي انت بتقول اول ما الميتا توبسن 2 اتكون وكسر لاول ترانس ريتينال وطلع الاوبسن طلع نيرف امبلس راح البريك. شوف انا عايز اعرف النيرف امبلس طلع دي ازاي؟ قول لي الجنريشن اوف النيرف امبلس. اقول لي عامل سبيشال سيلز وخدتهم الفيجن في السولوجي يقول لي ماليش دعوه. يا عم احنا بايو مالناش دعوه بالكلام ده؟ يقول لا لازم تعرف الجنريشن اوف النيرف امبلس حصلت ازاي. يا بيت بتاع روس متر ده انا هروح بيها فين دي؟ نشوف مع بعض ازاي بيحصل جنريشن. نمسح انا روس متر ولا اشوف انا حاجه نمسح؟ نمسح ماشي ماشي يا سيدي. حضرتك في السولوجي؟ طب كويس. انا اتقمص دور دكتور ناجي العقل ده ودور دكتور فوزي النهارده في امتحان ان شاء الله ودور كل حاجه من امتحان على طول مفيش هزار يا ودور برضه ودور دكتور عفان ده معرفش ولا ونشرح في الاستولوجي ونقول الجنريشن اوف النيرف امبلس ازاي. يقول لك والله هشرح طبيعي بيحصل ايه؟ وهشرح لما يسقط لايت على الريترا بيحصل ايه؟ يقول لك طبيعي عندي جي دي بي. الجي دي بي بنزيم اسمه جوانيليت سايكليز يديني سايكليك جين. ويسايكليك جين بي يكسر بنزين اسمه فوسفوداي استريس ل 5 برايم جين. يقول لك الطبيعي ان التفاعل ده بيحصل سبونتينيوس والسايكليك جين بي بيزيد، واول ما يزيد السايكليك جين بي بيعمل اوبننج للصوديوم شانلز
وبالتالي بيحصل انفلكس للصوديوم وكمان يا سيدي كالسيوم، والصوديوم والكالسيوم دول عليهم بوز بالشارج، فيحصل حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال. اسمها كده ولا لا؟ ريستنج ممبرين بوتنشال، ده الطبيعي، ده اللي بيحصل. يقول لك لو جه لايت بقى سيادتك على الريتنا وحصل كونفورميشن تشينج وتحول لوبسين الى لومير لوبسين ثم ميتا لوبسين 1 ثم ميتا لوبسين 2، قال لك الميتا لوبسين 2 ده بيعمل اكتيفيشن لبروتين سيميلر للجي بروتين اسمه ترانسديوسر. فاكر الجي بروتين اللي خدناه ايام سنه اولى ومكون من ثلاث سبعات الفا بيتا وجاما وشغال سيجنال ترانسديوسر وفي الريستنج ستيت الالفا شكل في جي دي بي، ولما يجي هرمون يشبك في الريسبتور الجي دي بي ريبليست باي جي دي بي وريليزه في الالفا جي دي بي ناحيه الانزيم يا اما استمر شيء انيبيشن. فاكر الكلام ده؟ طب انا اكس انا اكس انا اكس هو ترانسديوسر ده زيه زي الجي بروتين زيه زي الجي بروتين، بيقول لك الميتا لوكسين 2 بيعمل اكتيفيشن للترانسديوسر فيتحول من ان اكتف ترانسديوسر الى اكتف ترانسديوسر، والاكتف ترانسديوسر يروح عامل سيادتك اكتيفيشن للانزيم اللي اسمه ايه؟ فوسفودايستريت، فيكسر السايكل جين بي ل 5 برايم جين بي، فيقل السايكل جين بي فيحصل اوبننج ولا كلوجر؟ كلوجر للصوديوم شانلز، فيقل انفلكس اوف الصوديوم والكالسيوم، وده يعمل سيادتك حاجه اسمها نيجاتيف ممبرين بوتنشال، ما انا قللت دخول البوزيتيف، وبالتالي يحصل حاجه اسمها دي بولرايزيشن. فاكر؟ والدي بولرايزيشن تطلع نيرف امبلس تروح على البرين واشف. الكلام ده يا جماعه كوبي وبيست من سبيشال سيكس. انتوا خدتوا الكلام؟ ما تعملش كده، انا خدتوه يا اخويا. خدتوه. يبقى وما بتسالش من البايو صراحه. يعني مش هيسيب برودكشن سايكل وسالك في النيرف امبلس يعني لا صح؟ كاتبينه ليه عشان يلاقوك كده؟ هو بيتراجع في المشكله يعني. يبقى انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ معناها فيس في الصوره الثانيه اهو. الجي دي بي بيكون لسه كريستال جي لو موجود بيعمل اوبري. ليه؟ صوديوم شغال. انفلكس صوديوم في حد بيعمل بريجين. انفلكس اوف صوديوم وكالسيوم ده اسمه ريستنج ميمبرين بوتنشال. الميتا لوبسين 2 بتاكتيفيت ترانسديوسز. والترانسديوسز اللي بقى لا ركز معايا بقى. بيكتيفيت فوسفودايستريت يكسر سايكل جي بي 5 برايم جي بي وبالتالي يقل السايكل جي بي. كلوجر للصوديوم شانلز يقل الانفلكس اوف الصوديوم والكالسيوم. ده يعمل حاجه اسمها نيجاتيف ممبرين بوتنشال، بيعمل حاجه اسمها دي بولرايزيشن، يطلع النيرف امبلس واشوف، يبقى عرفنا هو مهم للفيجن، وعرفنا اي نوع من الفيجن النايت فيجن، وعرفت الريدوكسن سايكل، وعرفت ازاي بيطلع نيرف امبلس سيادتك، وعرفت كمان لو نقص فيتامين اي هيحصل نايت ماينس، وكمان هيحصل بلوم دارك ادابتيشن تايم، كل ده في وظيفه واحده اسمها فيجن. يبقى اول وظيفه خدنا ايه؟ جروث وديفرنشيشن. تاني وظيفه اسمها ايه؟ فيجن. نكمل مع بعض الوظايف. اخلص يا فاشل يا واد يا حقيقي. مهم ايه كمان غير الفيجن؟ قال لك مهم للهيلث اوف الابيثيليوم. الابيثيليوم ده هيستوريش يعني هيستوري وهيستوري وبايو في نفس الحصه ثلاثة في واحد. انا خلص دور دكتور جهاد دلوقتي بقول لك يا ابني الابيثيليوم ده النسيج الطلائي اللي بيبطن اي كافيتي في جسمي. اي كافيتي مبطن بحاجه اسمها ابيثيليوم. ومعظم الابيثيليوم بيبقى نان كيراتينايز. لان السكين ده سيادتك اسمه كيراتينايز ابيثيليوم، صح كده؟ 100 يقول لك نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايز كولومنر نان كله نان كيراتينايز. هو بقى مهم للهيلث وفي الابيثيليوم دي يا باشا. قال لك لانه بيقلل الكيراتين حطها على قلبي شويه وبيزود الميوسين. بيقلل الكيراتين وبيزود الميوسين ازاي؟ قال لك اصله بيقلل الجين اكسبريشن وفي الهاي موليكولار ويت كيراتين. الكيراتين انواع، في منه نوع اسمه هاي موليكولار ويت كيراتين.
وبيقلل الجين اكسبريشن بتاع الهاي موليكولار ويت. لحظه بفكر يعني ايه بيقلل الجين اكسبريشن؟ يعني الريتينويك اسيد يجرب مع الريسبتور ويعمل كومبلكس ويجرب الريتينويك اسيد ريسبونس ايليمنت يروح مقلل الجين اكسبريشن بتاع الهاي موليكولار ويت كده مش ده هرمون لاي اكشن يبقى دي هرمون لاي وبالتالي قللت الكاردرايزيشن وكل الابيثيريم بتاع النون كاردرايز يبقى كده هيلثي. كمان دايما يا جماعه الابيثيريم عليه طبقه من الميوسين دايما الابيثيريم عليه ميوسين بتاع النورث ميوسين بتاع مش عارف الاستومك ميوسين بتاع الانتستين ميوسين كل الابيثيريم لازم مغطى بطبقه من الميوسين. ولو تفتكر بقى انا اقول لك الميوسين يا عبد الرحمن هو جلايكوبروتين يعني بروتين شبك فيه ايه؟ كربوهيدرات. الميوسين جلايكوبروتين يقول لك فيتامين ايه بيشتغل كارير للاوليغوساكرايد تشين اللي اشبكها في البروتين واعمل جلايكوبروتين يسمى ميوسين يعني بيقلل الكرياتين وبيزود الميوسين وبالتالي يخلي الابيثيليوم بتاعي جلطي. ايه كمان؟ طالما الابيثيليوم بتاعي جلطي هيقاوم الانفكشن وبالتالي هقول عليه انتي انفكشن. يبقى لما قاوم الانفكشن اللي بتبقى ايه؟ انتي انفكشن. وطالما يوسف قلت واحده انتي يا عم قول كمان اثنين انتي يا سيدي قول كمان اثنين انتي. قال لك شغال انتي اوكسيدنت قسم كده عشان تفكر هو بنفسه ممكن هو بنفسه لكن احسن منه كارتينويدز. يبقى الكارتينويدز كان ليها اكثر انتي اوكسيدنت فانكشن بتعمل ترابنج للفري راديكلز يعني ترابنج تحبس تشيل تشيل الفري راديكلز واي حاجه اوكسيدايزنج ايجنت بتعمل كانسر وانت ما مرض. طب طالما انتي اوكسيدنت يبقى هو منع كانسر ولا عمل كانسر؟ يبقى اقول كمان انتي كانسر. يبقى تسكت سيادتك طالما هو مهم للهيلث وفي الاستريم يبقى ايه؟ انتي انفكشن. قلت واحده انتي وراهم اثنين انتي انتي اوكسيدنت مين اكتر؟ كاروتينويدز تعمل ترابنج للفيرانيت. كمان طالما ان انتي اوكسيدنت انا منعت كانسر يبقى انتي كانسر. بص بقى ازاي اللي فاتوا دول كلهم كوم واللي جايه كوم تاني خالص. اللي فاتوا دي كلهم قصه واللي جايه قصه تاني خالص. اصل عارف اللي جايه هم ايه؟ عارف ايه؟ قال لك مهم للريبرودكشن. يبقى دي اهم واحده ولا لا؟ اهم واحده سياده مهم للريبرودكشن التكاثر. يقول لك في الميل مهم للسبرماتوجينيسيس. يا نهار اسود ده احنا كلنا هناكل كذا النهارده. اسبرماتو جينيسيس وكمان سيادتك في الفيميل بيبريفنت الريزوربشن اوف الفيتس. كلمه ريزوربشن اوف الفيتس يعني يمنع تحلل الجنين. يمنع تحلل الجنين. يبقى مهم للريبرودكشن مهم في الميل في الاسبرماتو جينيسيس وفي الفيميل بيبريفنت الريزوربشن اوف الفيتس. يعني اي مكان ايوه يا باشا تحلل الجنين يعني تحلل الجنين يا باشا يموت ويتحلل يا باشا وتسقط يا باشا. أنا آسف والله. يموت ويتكسر التشن تتكسر. الحل هيروح فين يعني يا ريت يعني؟ الجنين يا باشا مات. الجنين ده وفى. أيوه ولو وفى التشن اتكسرت. ده اسمه ريزوربشن. والست سقطت. والراجل طلعها أنا مال أنا يعني. أنا مال. فيتال ريزوربشن تحلل الجنين يروح فين يندر يا عم يروح فين يروح مدرسه يعني يا ماما. يبقى اي مجموعه من المعلومات تتنظم هتتقال من غير ما تنزل منها حاجه. هو يا باشا مهم للبروتو ديفرنشيشن اي صوره قال لك الريتينوك اسيد مهم للفيجن اي صوره الريتينات الريتينات ده بتاع الفيجن الريتينوك اسيد هو بتاع البروتو ديفرنشيشن. كمان مهم للهيلث اوف الابيثيليوم ازاي قد الكرياتين ده والميوسين. يبقى انتي انفكشن وراهم اثنين انتي انتي اوكسيدنت دي كاردرويد اكتر وانتي كانسر. وكمان سيادتك مهم للريبرودكشن عشان مهم للسبرماتوجينيسيس وكمان بيبريفنت الريزوربشن اوف الميوسين. ايه كمان؟ قال لك في وظيفه كمان مهم لجروث اوف البون اند تيث. التيث يا جماعه في منها اجزاء. اول جزء بقى خارجي من التيث
وده اللي بتغسله سيادتك بالفرشة. تخيل ده كده يعني معنى الشكل ده خالص بس تخيل يعني اللي بره ده بسميه تيث انامل من زمان عامل طبقة المينا. واللي جوه حاجة اسمها سبونج بون. انت عارف طبعا السبونج بون ده كان بتسكنها خلقه ده اسمه بالك اوف التيث بالك. والمهم مين للتيث انامل. على فكرة التيث انامل دي اصلا جزء في جسم الانسان. التيث انامل ده اصلا 60 مرة من الاورجان 60 مرة من الاورجان. ومهم في التيث انامل كمان الجروث اوف البون والطرش. طب اخر كلمة بقى deficiency of vitamin. ما ينفعش والله يا هقولها مش هعدي اهو اطلع اهو جاي هتنجح ماشي يا بكره الساعه 8 بكره يكون غير هي قصه. ينفع تعرف اول القصه من ايه؟ او اكلته وما حصلش ابزوربشن دي كده الابزوربشن هو مش فاكر الفيتامين اه يبقى ابزوربشن مع كانوا مايكرو وان لو في استياتوريا اه لو في استياتوريا ودي بتحصل لو في اوبستراكتيف جونز لكن من اوبستراكتيف جونز دي كوز اوف استياتوريا. لو في اوبستراكتيف جونز ما فيش فيروسون ما فيش ابزوربشن خالص انا بقى يبقى ما فيش انتيك انتيك ما فيش ابزوربشن بس ما استياتوريا تحصل لو في اوبستراكتيف جونز. كمان لو قل الريتينول بايندينج بروتين قديم يا باشا مش لو قل الريتينول بايندينج بروتين كده مش هيعرف يروح للتشخيص. طب ايه اللي قل الريتينول بايندينج بروتين؟ يقول لك والله ديكريز الانتيك اوف البروتين. ده بيحصل لو في ستارفيشن مش دلوقتي سيادتك لو انا ستارفي مش باكل بروتين ما عنديش امينو اسيد مش هعرف اصنعه يبقى بيقل السيلز بتاعه لو في ستارفيشن. كمان لو في ليبر فيلير ليبر سيروزس ما هو بيصنع في الليبر فلو حد بياكل والليبر بايظ مش هيصنعه او انكريز الاكسكريشن بتاعه لو في رينال فيلير فلو في رينال فيلير الكدني تعديه وتنزله يبقى ديكريز الانتيك واحد. كمان استياتوريا او فوسفايد جونز اثنين ثلاثه قل الريتينول بايندينج بروتين ليه؟ ديكريز في السنسز ايه؟ قال لك ما كلتش بروتين ستارفيشن او ليفر فين او ممكن انكريز في الاكسكريشن سيادتك لو في رينال فيلير فاضل الرينال ايه ما الاكسترات الجونز دي في حصلت مراره وبالتالي الفايل صوت مش بيزنس الانتستين مفيش فايل صوت وعشان اعمل ابزوربشن لاي فات كل الفايل لازم فايل صوت. اه ده ممكن تحصل هو رير دي يعني مش بتحصل هو البي دي يو اللي خدناها دي صفحتين كانت كومن رير بس لازم ادرس حظك وحش وجالك عيان عنده فيتامين دي في 8 ايام يبقى لو حصل فيتامين اي ديفيشنسي ايه بقى المانيفيستيشنز؟ قال لك مش هو كان مهم الفيجن؟ يبقى سيادتك لو رينس هيحصل مشاكل في الاي اي وهو مش مهم للايفيزيليم يبقى لو رينس هيحصل مشاكل في الايفيزيليم. حلو الكلام. مشاكل في الاي مش اول حاجه ممكن تحصل هي زيادتك نايت لايتس وكمان بلوك دارك ادابتيشن يبقى اول حاجه نايت لايتس يقول لك دي الايرليست سيمبتوم يبقى اول حاجه ممكن تحصل
عند عيان فيتامين ديفيشنسي الايرلي سيمبل نايت لايت. يا دكتور انا مش بشوف كويس ليه؟ يبقى ده بقى ده ممكن فايتامين ايه بقى وكمان برولونج دارك ادابتيشن تايم. كمان سيادتك مش هو يا رزق اسمه انتي زيرو في سلبك فيتامين؟ اه ده انتي زيرو في سلبك. يبقى لو نقص يحصل ايه؟ زيرو في سلبك. وزيرو في سلبك معناها دراينس اوف ذا اي. هو ايه افضل اللي بيخلي الاي مش دراي؟ التيرز. طبعا يبقى التيرز الدموع هي المسؤوله اللي تخلي الاي مستمر. هو ايه يا مين يا مين يا مين ايه اللي بيخلي او ايه يعني الفايده الثانيه للتيرز غير الواحد يعيط لما مهدد سنه؟ ده طبعا اهميه كبيره. ايه وظيفه التيرز؟ التيرز اول حاجه هي نيوتريتيف للاي مش الكورنيا يا باسمر. قال لك التيرز بيطلع فيها جلوكوز والكورنيا بتروح تاخد جلوكوز من التيرز. دي حاجه. الحاجه الثانيه التيرز مهم عشان الكليننج اوف ذا اي. لو سيادتك ماشي بعربيتك كده وجي شويه تراب عربية بتعمل ايه؟ سيادتك بتشغل الرشاشات تطلع ميه بتشغل المساحات تروح ماسحه البرميز بتاع العربيه. سيادتك العربيه بقت زي الفل ونظيفه و100 100. تمام يا كابتن خديعه منكم بقى اكمل. فانت ماشي سيادتك بقى جه شويه تراب في عينك هتعمل ايه؟ مش هشغل الرشاشات طلع تيس وشغل المساحات راح اعمل ايه؟ ترضى في العين مثلا فوق. يبقى التيرز قلت لك كليننج اوف زايبر. طب ما فيش تيرز ايه اللي بيطلع التيرز؟ جلاند اسمها ايه؟ لاكريما جلاند. موجوده فين؟ انا هاتوا بقى عيد النكبه. ابر لاكريما. في الروف بتاع الاورن وفي ساك موجوده في الميديال ايبيكانزاس اسمها لاكريما ساك. تفتح بدكت اسمها ايه؟ لاكريما دكت. مش هي دكت؟ مش هي دكت؟ يبقى في اي بكتيريا ونان جرادينايز. لو في فيتامين اي ديفيشنسي هيحصل كيراترايزيشن للاكريما دكت. تقفل اللاكريما دكت مفيش تيرز زيرو سالبيا. اكتب الكلام ده مش كده. اكتب زيرو سالبيا ديو تو كيراترايزيشن اوف ذا لاكريما دكت. ايه اللي مش بيطلع تيرز؟ اللاكريما دكت قفلت. ليه؟ ايه اللي قفلها؟ الجرادينايز. يبقى زيرو ثانية ديو تو كيراترايزيشن اوف ذا لاكريمال داكت. قال لك الزيرو ثانية تعمل حاجة اسمها بيلوت سبوتس. بيلوت سبوتس. ما اسمهاش بايلوت اسمها بيلوت. لا بايلوت بيلوت بي اي ال او ده بيلوت في عينك. لا بيلوت بي خفيفه اي ال او دي بيلو سبوت. يقول لك بيلو سبوت دي سيادتك عباره عن ايه؟ عباره عن جريش وايت سكيلز موجوده على البروجكتايل. جريش وايت سكيل كده ثيكننج كده لونه جريش وايت وموجود على البروجكتايل عشان البروجكتايل دراي فيحصل ثيكننج للبروجكتايل. الثيكنج دي بسميها بيروتوز. كمان سيادتك بيحصل حاجه اسمها كيراتو ماليشيا. كلمه ماليشيا معناها ديجنريشن. فالاوستيو ماليشيا ديجنريشن اوف البون. كيراتو يعني كورنيا. فكيراتو ماليشيا ديجنريشن اوف الكورنيا. ازاي بقى حصل ديجنريشن اوف الكورنيا؟ يقول لك يا فؤاد عشان الكورنيا دراي ما فيهاش تيرز. والتيرز دي على فكره فيها ايميونو جلوبل. بتقابل انفكشن. مفيش تيرز قال لك هيحصل انفكشن في الكورنيا. الانفكشن تعمل السر قرحه في الكورنيا. القرحه تهيل بسكار ولما يحصل سكارنج في الكورنيا يحصل كومبليت بلايندنس. شفتوا الناس دي عينيها بيضة؟ ايه البيضة؟ البيضة سكار. السكار ده سيادتك بيظهر في الجلد لما تتجرح. قالك لو ظهر في الكورنيا الكورنيا تبقى اوبيك تبقى مش شفافه وبالتالي يحصل كومبليت بلايندنس. تقول لك فيتامين ايه بيعمل نوعين من البلايندنس. نوع اسمه نايت بلايندنس ودي ايرلي سيمبل. ونوع اسمه توتال بلايندنس ده ليت سيمبل. في ناس يا جماعه بتعمل خير وبتدفع فلوس كتير قوي قوي عشان تعمل خير. في ناس تانيه ممكن تدفع حاجه بسيطه قوي
بس تعمل قيمة عظيمة جدا للبشرية. كان واحنا في سنة خمسة في سنة رابعة بناخد رمى، كان في أستاذ الله يرحمه اسمه الدكتور سيد سيف، ده كان بياخد ناس وطلبة في حملات على حسابه الشخصي بأتوبيسات، يروحوا ايه الوادي الجديد، يروحوا مش عارف شمال سيناء، يروحوا مش عارف وادي المطرور، مناطق نائية وفقيرة جدا. كل وظائفه يكشف على الأطفال. اللي عنده فيتامين ديفيشنسي ياخد حقنة فيتامين دي 60 قرش. ال 60 قرش دي منعوا بلايندنس كامل. الدكاترة في المناطق الفقيرة في مصر وكمان في أفريقيا الميجور كوز اوف بلايندنس في الشايلد هود فيتامين ديفيشنسي. يعني ممكن واحد يقضي حياته كلها أعمى عشان حقنة ب 60 قرش. تخيل الراجل ده ربنا يعني خلى حسنته قد ايه بسم الله ما شاء الله يعني. مواظب على الكلام ده عمره كله غير تدرب. كان بينزل محاضرات رمض مجانيه للطلبه ويجيب اوتوبيسات على حسابه ياخد فيها طلبه ويروحوا عشان يشوفوا اطفال يدوهم فيتامين. فيعني جزاه الله كل خير. يبقى بيعمل نوعين ببلايندنس، في نايت بلايندنس ده ايه اللي سبته، وفي توتال بلايندنس ودي اللي سبته. طب على الابيثيليوم هيحصل ايه؟ قال لك هيحصل حاجه اسمها فوليكولار هايبر كيراتوزيس. يعني ايه كلمه فوليكولار هايبر كيراتوزيس؟ قال لك يعني الجلد هيبقى دراي ورف وسكيلي وهايبر كيراتينايز. ايه الكلام ده كله؟ اكتب بين قوسين اشف، بالعربي خشب، طب خشب الايد تاشف. الست اللي عندها فيتامين اي ديفيشنسي بتقشف. يعني عندنا بتقشف ما ملناش دعوه عندهم، عندهم بتقشف. انا عندنا ايه يا ابني؟ قشف. اختلاف اللهجه بتقشف بتقشف. المهم في الاخر في حاجه حصلت. يبقى الست اللي عندها فيتامين اي ديفيشنسي حضرتها ايه؟ اجف. كمان سيادتك الابيثيليوم باظ. انا كنت انتي انفكشن، طب الابيثيليوم باظ هيحصل ايه؟ انفكشن. في كل ابيثيليوم لو حصل في اليورين تراك هيحصل يورين تراكت انفكشن، لو حصل في الريسبيراتوري تراك هيحصل ريسبيراتوري تراكت انفكشن يو تي اي وار تي اي، ولو الانفكشن تطور هيحصل اريتيشن للابيثيليوم ويعمل ميتابليزيا. يعني ايه ميتابليزيا؟ كانسر. برافو عليك. يبقى الكرونيك اريتيشن يعمل ميتابليزيا وكمان يعمل كانسر. لو مفيش فيتامين اي هعرف اعمل تيث انامل، وبالتالي من اعراض فيتامين اي ديفيشنسي اتروفي وفي التيث انامل. اتروفي وفي التيث انامل. يقول لك الراجل اتجوز الست زي الفل، فله شمعه منوره، بعد شهرين من الجواز جالها فيتامين اي ديفيشنسي وايديها اشبه. قال لها عليا مش عارف ايه من الثلاثه لو ما رجعتيش زي الاول اللي انا مطلقك ومتجوز عليك. الست سمعت هطلقك واتجوز عليكي، قال لك والله اتخضت، راحت على صيدليه قالت الراجل اديني كل فيتامين اي اللي عندك. خدت فيتامين اي حقن وفيتامين اي راس وفيتامين اي شراب وفيتامين اي نفوس، خدت كل انواع فيتامين اي الممكنه وخدتهم كلهم مره واحده، فقلبت بفيتامين اي توكسيسيتي او هايبر فيتامينوزيس اي. قال لك اعراضها ايه؟ قال لك هيحصل لها هيدك. ليه؟ عشان بيزيد الانتراكرينيال تنشن، وكمان بوني بينز الام في العظام، وكمان هيحصل اكزوسايتوزيس للبون، يعني في بون بروجيكشنز. كمان سيادتك هيحصل لها لوس اوف هير، يعني شعرها هيسقط وهتقرع، يعني هتطلق يعني هتطلق. يبقى فيتامين اي ديفيشنسي جالها اشف. توكسيسيتي بقت قرعة، يعني كده كده ان شاء الله هتطلق. نشوفكم بكره الساعه 8 بالظبط ان شاء الله، نستكمل فيتامين دي واي وكي ونستكمل مسؤول بكره.